طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في البرنامج العلمي الشامل في دورته 11 التي سيقدمها الدكتور يوسف الشراعي، التي بعنوان Research Tools Focusing on EndNote Reference Management. ضيفنا العزيز باحث دكتوراه في اليوبيم وأكاديمي سابق في جامعة العلوم والتكنولوجيا، تخصص نظم معلومات، وحاصل على العديد من الشهادات الدولية المعتمدة في هذا المجال مثل CNA وأيضا MCITB وسايسكو أكاديمي. ضيفنا العزيز لديه العديد من البحوث المنشورة في مجلات علمية محكمة ومؤتمرات علمية ودور نشر عالمية. أيضا المحاضر القدير أكاديمي سابق في جامعة العلوم والتكنولوجيا في كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، أيضا الرئيس السابق لاتحاد الطلبة اليمني في ماليزيا. مرحبا بك يا دكتور، حللت أهلا ونزلت سهلا في وتشرفنا باستضافتك في هذا البرنامج العلمي الشامل. مرحبا بك دكتور. شكرا جزيلا، شكرا الأخ رمزي على هذه المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم جميعا وصباحكم في أماكن أخرى إذا كان الوقت مختلف. أولا أتشرف أن أكون أحد المحاضرين في هذا البرنامج العلمي الشامل 2020 الذي يقيمه اتحاد الطلبة اليمني في ماليزيا ممثلا بهيئته الإدارية، وأشكر هنا في هذا المقام اللجنة المرتبة والمنظمة لهذه الفعالية على رأسها الأخ رمزي والفريق المصاحب له. وهذا البرنامج حقيقة برنامج نوعي، وتشكر الفترة الحالية للاتحاد بهذا النوع من البرامج النوعية والمتميزة. وأذكر أنه مش عارف إذا رمزي يذكر معي أو لا، في العام 2017 تقريبا تم الإعلان على البرنامج الأكاديمي الشامل 2017. كان حينها لم تظهر ثقافة التعليم عن بعد والموكس اللي منتشرة مثل الآن بعد جائحة كورونا، ولأسباب عديدة من ضمنها الوقت والمال لم نستطع حينها أو لم يستطع الاتحاد حينها أن يقيم هذا البرنامج. صحيح أذكر يا دكتور، عندما كنت رئيس الاتحاد وأنا كنت رئيس اتحاد في فرع، ثم حاولنا في نطبق على الفروع فما حصل الدعم الكامل. من حسن حظنا أنه هذه المرة، وأشكركم على ذلك. النقطة الثانية التي أحب أن أنبه لها هو أني أنا لست دكتور كما ذكر الأخ رمزي، ما زلت إن شاء الله إن شاء الله، ويعني أتشرف أن أكون ضمن كوكبة من الأكاديميين. معظم من تم استضافهم الكثير منهم أكاديميين في جامعة ماليزيا متميزين، وهذا يجعل العبء علي كبيرا، لا سيما والبعض منهم أراهم الآن حاضرين متواجدين في هذه الندوة. أشكرهم وأشكر الجميع كل باسمه وصفته بلا استثناء، الإخوة الزملاء والباحثين والأكاديميين والطلاب الدارسين من داخل ماليزيا ومن خارج ماليزيا. إن شاء الله تكون الليلة عبارة عن sharing knowledge. أنا كل ما سأعمله أني سأعكس تجربة مريت فيها، وهي تجربة يعني تجربة شخصية، ليست لا نستطيع أن نقول أنها مثالية بقدر ما يعني أنقل معرفة متواجدة لدي. طيب، المحاضرة طبعا هي جزئين، ويفترض أن يكون كل جزء محاضرة مستقلة، لكن أحببت قبل أن نبدأ في الإند نوت اللي يفترض أن تكون محاضرة اليوم بشكل تفصيلي، أحببت أن أتحدث عن الريسيرش تولز. أتمنى يكون السلايد أمامكم. الأخ رمزي إذا في أي عراقيل تدخل يعني استخدم صلاحيته. أبشر أبشر، الله يهمك، موجودين. طيب، سنبدأ في الريسيرش تولز. طيب، قبل أن نتحدث عن فكرة الريسيرش تولز، طبعا المقصود في الريسيرش تول أو قبل الريسيرش تول، طبعا المحاضرة هذه تبقى رقم 11 يا رمزي. الصامدون معنا إلى الآن هم فرسان حقيقة يشكرون في يعني استمراريتهم من بداية البرنامج العلمي الشامل إلى اليوم. والمحاضرة الريسيرش تول لا أقصد بها المصطلح العلمي الذي يقصد به الكواليتاتيف أو الكوانتيتاتيف ريسيرش تولز. المقصود في الريسيرش تولز هنا هي عبارة عن الأدوات التقنية أو الإلكترونية
أو التقنيات التي تسهل للباحث مهمته البحثية. وبالتالي في الجزء الأول دعوني أنبه على أمرين اثنين. الأول بأنه هذه الريسيرش تولز هي عبارة عن جهد شخصي، بمعنى أنه استند إلى مراجع معينة بالإضافة إلى عكس تجربتي في البحث عبر الإنترنت والسوشيال ميديا وما إليه، وبالتالي ليست كاملة أو شاملة على أساس الإكسبكتيشن فقط عند المعظم. هي ليست كاملة وشاملة، لكن الهدف منها بأنه نستعرض فهرس بمثابة فهرس لجذب الباحث ولفت نظري أن هناك الكثير من الأدوات التي يمكنها أن تسهل من مهمتك البحثية. فهذا الجزء الأول من المحاضرة يمكن تشبيهه بأنه كوكتيل إذا صح التعبير. الكوكتيل عبارة عن مصطلح مستخدم من خارج دائرة البحث العلمي، لكن رحلتك العلمية كباحث لن تكون كوكتيل، ستحتاج فيها إلى مجموعة من الأدوات. هذه الأدوات إذا صح التعبير يمكن أن نشبهها بالسكينة السويسرية متعددة المهام والقطع. ستحتاج كل جزء أو كل قطعة أو لكل مهمة مختلفة. سنتحدث عن 5 أجزاء رئيسية من الريسيرش تولز، وسنحاول أن نستعرضها استعراض بدون تفصيل، لأنه البعض منها يحتاج إلى محاضرة مستقلة. لو استطعنا أن نفرد نصف ساعة إلى هذا الجزء من المحاضرة ستكون أمورنا بالسليم. سنتحدث عن التولز التي سنحتاجها في التولز التي سنحتاجها في الانفورميشن اند نوليدج، في البحث عن المعرفة والمعلومات. التولز التي نحتاجها في ترتيب وتنظيم دواتنا وبحثنا ونتائج البحث تبعنا. سنتحدث عن التولز اللي احتاجها في البحث، سواء البحث العام او البحث العلمي الاكاديمي. سنتحدث عن التولز اللي قد احتاجها في الداتا اناليسيس، لا سيما وانها جزء مهم للكثير من الباحثين. وسنتحدث عن التولز اللي ستحتاجها انا في الرايتنج والايديتنج، عندما اقوم بكتابه ورقه علميه او كتابه الماستر ثيسيس او البي اتش دي ثيسيس. طيب نبدا في الجزء الاول الذي يتحدث عن التولز التي يمكن ان استخدمها في البحث عن المعرفه والمعلومات. طبعا هنا نستطيع ان نقول بانه المصادر كثيره جدا جدا جدا. هنا افردت لكم اهمها التي يمكن ان يستفيد منها الباحث. لاحظوا انه في بدايه مسيرتنا البحثيه لكل واحد منا لست عالم في النقطة البحثية التي ستبحر فيها. أنت محتاج أن تقرأ فيها، ربما تدرس أساسيات موجودة فيها، وبالتالي أنت ستحتاج إلى بعض المصادر. بعض هذه المصادر شخصياً أنا درست فيها مثل كورسيرا أو إيديكس، مفيدة للغاية وأنصح الجميع بالاستفادة منها. هذه المصادر ممكن تصنفها على أنها موكس أو ما يسمى بالماستر أوبن أونلاين كورسيز أو الإي ليرنينج كورسيز، معنا الإيديكس وهي عبارة عن مبادرة من جامعتين شهيرتين، جامعة MIT وجامعة هارفارد، فيها كورسات ممتازة يقدمها خبراء العالم الأكاديميين والعلميين. عندنا كورس إيرا وهي عبارة عن مبادرة أو إنيشيتيف من جامعة ستانفورد لاثنين بروفيسورات، أحدهم اسمه أندريو وهو عبارة عن أمريكي من أصل صيني، والثانية كولر إسرائيلية أمريكية من أصل إسرائيلية. كورسيرا ايضا موقع شهير جدا، والبروف اندريو الدكتور اندريو مشهور جدا في الماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس اللي مهتمين في هذا المجال. عندنا اليوداسيتي ايضا وهو يركز على الكارير ديفلوبمنت، اذا اردت ان تتمكن من مسار او من مجال سوق العمل يتطلبه، او طلاب البكالوريوس او الماجستير الذين يعني يستهدفون سوق العمل، هذا مرجع مهم لهم. عندنا يودامي ايضا، وعندنا خان اكاديمي صحيح انه لطلاب المدارس وله قصه شهيره في هذا المجال، لا اتسع النطاق هنا لذكرها، لكن رغم انه لطلاب المدارس بشكل كبير لكنه ممكن يفيد حتى الباحثين. فمثلا في مجال الاحصاء وبعض الاساسيات الرياضيه يمكن ان تستفيد من الخان اكاديمي. عندنا لينكدين ليرنينج، عندهم يعني سلسلات تعليميه في مجالات مختلفه. وفي كمان بلاتفورم مشهور اسمه ليندا، كان منفصل من قبل الان اشترته لينكدين. عندنا بلورال سايت ايضا، وفي عندنا ايضا مبادرات عربيه على سبيل المثال ادراك وهي عباره عن مبادره قامت بها الملكه رانيا عبد الله، وتستخدم الادراك يستخدم البلاتفورم او السورس تبع الايديكس، فهو شبيه فيه الى حد كبير.
وفي عندنا رواق عبارة عن ستارت أب سعودي أيضا، وفي عندنا بيج داتا يونيفرسيتي فورشان فيوتشر لين وبين إديوكيشن يوروب، هذا مبادرة من في الاتحاد الأوروبي. الفيوتشر لين أيضا 12 جامعة تعاونت وإنشأت هذه المبادرة. عندنا أوبن يونيفرسي، أوبن يونيفرسيتي التي تمنح درجات علمية معتمدة أونلاين يعني بشكل مجاني، ولو قصة في هذا المجال. هذا بالنسبة للإنفورميشن والنوليج. في الإنفورميشن والنوليج أيضا أحيانا تحتاج عند التقديم على جامعة معينة أن تبحث عن الرينكينج حق الجامعة، فهناك أكثر من مصدر للبحث عن تقييم الجامعة. ممكن تستفيد من الويب ماتريكس أو الشانغهاي رينكينج أو اليو إس نيوز أو التوب يونيفرسيز، هذا الأخير التي تهتم به الجامعات الماليزية بشكل كبير جدا. وفي عندنا أيضا مواقع البحث عن كورسات معينة يعمل لك أدفايس لها، على سبيل المثال الهوت كورسز أبرود ودي جريت كيب أيضا. وفي عندنا أيضا مراجع للبحث عن سكولرشيبس الذين يبحثون عن المنح، وهي خاصة بالنسبة لنا نحن معشر اليمنيين مصدر مهم جدا من أجل البقاء في صراع البحث العلمي واستمراريته. عندنا موقع اسمه Scholarship Positions ممتاز جدا، إذا اشتركت فيه يرسل لك بشكل أسبوعي تقريبا كل Scholarship موجودة في العالم حولك. في موقع عربي اسمه فرصة أيضا ممتاز. في مبادرة يمنية ممتازة موجود فيها بعض الشباب مثل عبد الله الغرابي وغيرهم اسمها إيديو يمن، وهي مبادرة جيدة وتسهم في هذا المجال. طيب هذا الجزء الأول من التولز اللي نحتاجها. الجزء الثاني من التولز اللي أحتاجه أنا كباحث هو المانجمنت والأورجانيزيشنز. قبل أن يكون تول، هذه التول أحتاج أنا أزرعها في مخي من أجل عمل عملية مانجمنت كباحث. أنا ليست لدي مهمة البحث العلمي فقط، وإنما لدي مهام كثيرة. هذه المهام لدي مهام كثيرة مطلوبة مني، لدي مسؤوليات خاصة، مسؤوليات أسرة، ولدي البحث العلمي. من المهم جدا عملية ترتيب المهام الموجودة. هذا المصفوفة الأولويات أو كما تسمى بالآيزنهاور بوكس نسبة للرئيس الأمريكي الأسبق الذي يقال أنه أول من أنشأ هذه المصفوفة، تساعدك على ترتيب أولوياتك، ولدينا أدوات تقنية تساعدك في تطبيقها. فنحن سننظر لها من منظور بحثي وليس من منظور إداري. فمن منظور بحثي لو سألتكم سؤال عن بعد لا أطلب إجابته، لكن كباحث أين يفترض أن تكون موجود؟ هذا المربع عبارة عن مربع، لاحظوا معي، هذا المربع عبارة عن مربع الأهمية والإمبورتانت والأرجنت، هام وعاجل، وهذا مربع غير هام وغير عاجل، وهذا مربع هام وغير عاجل، وهذا مربع غير هام وغير عاجل. الباحث يفترض أن ينفق جل وقته في هذا المربع اللي هو المهم والغير عاجل. من هنا تستطيع أن تنجز مهامك البحثية، تستطيع أن تنجز أوراقك العلمية، تستطيع أن تنجز رسالتك بشكل فاعل إذا استطعت أن تنفق جل وقتك في هذا المربع. طيب السؤال الآن، هل هناك أدوات تقنية تساعدني في ذلك؟ نعم هناك الكثير جدا. ما سأقوله هنا سأعكس تجربة معينة. فمثلا في معنى الأجال ميثودولوجي، أعتقد اللي تخصصهم software engineering أو حتى project management ربما يعرفون هذه الميثودولوجي، وهي ميثودولوجي تستخدم لإدارة الشركات التي تطور software، وبعدين انتقلت بشكل عام إلى معظم الشركات، شركات كبيرة مثل جوجل ومثل سبوتيفاي، وكثير من الشركات تستخدم الأجايل ميثودولوجي. فكرتها بأنه طريقة إدارية، لا ليست هنا مقام ذكرها، لكنها طريقة إدارية تساعدك أن تجعل الأورجانيزيشن تبعك أو المؤسسة تبعك أجايل، سريعة وسريعة في يعني التطورات التي تحصل، تستطيع أن تتجارى معها. نستطيع أن نطبق هذه الميثودولوجية بشكل شخصي. فمثلاً عندنا تول اسمها تريلو، وعندنا أيضاً الجوجل كاليندر والكيب. هؤلاء مع بعض يمكن أن تدير فيهم معظم حياتك العلمية. على سبيل المثال دعوني أريكم هنا التريلو. هذه تريلو على سبيل المثال. هل الموقع واضح يا رمزي؟ التنقل ما بين السلايد واضح؟ واضح اي واضح، ممتاز. هذا التريلو على سبيل المثال، تريلو فكرته انه اعتاد الناس على انه يعمل
أوراق أو ملصقات في الكيبورد من أجل إدارة المهام اليومية والأسبوعية والشهرية وما إليك. هذا يساعدك، هذا عبارة عن بورد، هذا البورد عبارة عن بورد يساعدك في التنقل من مهام. هنا to do list، هنا doing، هنا done. هذا مهم جدا، قد تجده بسيط لكنه مهم جدا ويرفع من الكفاءة البحثية لديك باحث. فتكتب هنا إيش المهام التي تريدها مع ازدحام المهام البحثية تنسى. تكتب هنا المهام التي تريدها، تكتب هنا المهام التي أنت تعملها. مثلاً أنا كنت عامل النوت كورس، الآن خلاص بعمله دم، خرجنا منكم يا أصدقائي الاتحاد. وهنا دم وهنا نوت إذا تريد أن تضيفه. هذا واحد من التولز التي يمكن أن تستخدمها. أيضاً تستطيع أن تربطه بالكالندر من أجل يجيب لك الموعد، والجوجل كيب، الجوجل كيب أو أي أداة أخرى من أجل حفظ الملحوظات، خاصة اللي يشتغلوا في إكسبرمنت أو في معامل معينة وتظهر نتائج ما بين فترة وفترة أخرى، أو تظهر لك أفكار بحثية، تظهر لك يعني أيديا معينة تريد أن تقيدها، فيحتاج تقيدها باستمرار. الجوجل كيب وما إليه عبارة عن أبليكيشن وويب بيست أبليكيشن وموبايل أبليكيشن، تستطيع أن تقيد أفكارك في أي مكان. كنا نسمع زمان بأنه فلان الفلاني كان لديه صيد الخاطر، يقال أنه كان إذا نام واستيقظ في منتصف الليل يبحث عن ورقة وقلم ويصيد خواطره. أصبحت التقنية اليوم توفر لنا كل هذا. لدينا أيضا تقنيات أو تولز لكتابة النوت، فمثلا معنا ون نوت ومعنا إيفر نوت ومعنا ستيكي نوت وتو دو ليست والكثير. الون نوت واحد من التقنيات الممتازة التي أنصح فيها. على سبيل المثال هذا الون نوت موجود عندي، تبع مايكروسوفت، يجي مع الويندوز. طبعا هنا الطلبة الماليزيين استخدموه بشكل كبير جدا. ميزة انه تستطيع، شوف على سبيل المثال هذا الون نوت تبعي، استطيع اني اكتب فيه هنا ما اريد، ادون فيه ما اريد، تكتب بيدك اذا كان اللابتوب مثلا عندك تاتش سكرين، او تكتب مباشرة على الشاشة، تضيف صور، تضيف تسجيلات، تضيف فيديوهات، تعمل عملية ترتيب للنوتس الموجودة تبعك. يعمل عملية ترتيب كبير جدا، يختصر عليك الجهد والوقت بشكل كبير جدا. هذا بالنسبة للون نوت. إيفر نوت، ستيكي نوتس أيضا من الأدوات الممتازة، تستطيع أن تضيف ملحوظة معينة. على سبيل المثال هذا ستيكي نوتس، أنا بحاول فقط أستعرض بشكل سريع، تكتب أي ملحوظة وتقيدها عندك في الديسكتوب وتخليها إلى المرة القادمة. هذه كلها من شأنها أن تسهل حياتك البحثية. وفي عندي ايضا ريفرنس مانجمنت تولز، وهذا ما سنتحدث عن واحده منها اليوم، ولعل الاتحاد استضاف ايضا محاضره اخرى. ففي عندي سبسكريبشن بيست مثل الاندنوت والريفور والكيكا، وفي عندي اوبن سورس مثل المندلي والزيترو وغيرها. في ريفرنس مانجمنت تول كبيره جدا، مهمتها تسهل على الباحث اداره المراجع البحثيه، وهذا الجزء الثاني من المحاضره سنتحدث عنه بالتفصيل. من الأشياء المهمة جداً للباحث عملية الباك أب للداتا بشكل عام، وواحدة من أهم المصادر اللي يمكن أن تحفظ بها بياناتك هو الكلاود ستوريج. عندك الدروب بوكس، وعندك الجوجل درايف، وعندك الون درايف. دروب بوكس جوجل درايف من جوجل، وان درايف من مايكروسوفت. هذه الأدوات كلها تستطيع أن تحفظ البيانات تبعي أونلاين، وبحيث إذا خرب الجهاز تبعي أستطيع أن أعود لها. في قصص كثيرة نسمع عليها، طلاب قبل المناقشة، قبل الوائبة، في الشهر الأخير، في الفترة الأخيرة تضيع عليه كل البيانات، كل المعلومات، وتدخل في مشكلة كبيرة جدا. ينتبه لها الباحثين، وأداة مهمة يمكن أن نستخدم لها. طبعا الدروب بوكس يعطيك تقريبا 2 جيجا بايت، جوجل درايف يعطيك 15 جيجا بايت، والوان درايف تقريبا يعطيك 5 جيجا بايت. طيب في أدوات أستطيع أن أستخدمها في عملية البحث، في عملية البحث. طبعاً في عملية البحث كلنا نعرف عمالقة البحث السيرش إنجين جوجل، معروف جوجل عبارة عن مصدر رئيسي للبحث، لكن ليس هو الوحيد. على فكرة في مصادر بحث أخرى أيضاً مثل البايدو، وهو ثالث أكبر محرك بحث في العالم، وأكبر محرك بحث في الصين، أنشئ في العام 2010 تقريباً، عفواً في العام 2000، في العام 2000 وشيء. وفي عندنا أيضاً محرك بحث آخر اسمه ياندكس، وهو رقم 5 عالمياً، والأول في روسيا، وانشئ في العام 97. في عندنا محركات بحث ليست عامة لكنها خاصة في الأدب العلمي أو في الليتريتشر سيرش.
هذه الأدوات البحثية أشهرها معنا الجوجل سكولر، والجوجل سكولر طبعا يطول الحديث عنه، في مزايا حلوة صراحة، وإن كان غير معتمد كمصدر موثوق في المجتمع العلمي، وإن كان الباحثين يستخدمه، لكن هو ليس مصدر موثوق بنفس مستوى مثلا السكوبس أو الويب أوف ساينس أو الساينس دايركت، لكنه موجود ولديه مجموعة من المزايا. عنده اتش اندكس خاص فيه اللي هو 10، مش عارف ليش حطوه 10، وعنده ستوري تيلينج. هذه من الأشياء المهمة اللي استطاع الباحث أن يعملها. والمقصود فيها لما تبحث في جوجل سكولر عن نقطة بحثية معينة أو مشكلة بحثية معينة أو موضوع معين، يعطيك كل الأبحاث والباحثين بتسلسل زمني. تستطيع أنت كباحث أنك تنشئ ستوري على النقطة البحثية حقك، من تحدث عنها من ظهورها كظاهرة بحثية إلى عندك أنت كباحث، وما الذي ستضيفه في النوليدج في المعرفة البحثية. مهمة جدا يساعدك جوجل سكولر فيها. في عندي أيضا تستطيع أن تنشئ ألارت، تستطيع أن تبحث عن الأرتيكلز المتعلقة بالموضوع الذي تبحث عنه أو القريبة منه، تستطيع تعمل سايت لأي ريفرنس مانجر، تستطيع تعمل متريكس. المتريكس هذه تجيب لك المجلات في تخصصك وترتيبها في أكثر التخصصات. ممكن تختار تخصصات مثلا كمبيوتر ساينس، وتختار سب كاتيجوري أيضا، تختار انفورميشن سيستم أو ارتفيشال انتليجنس، ويعطيك الترتيب المجلات الموجودة حسب الاتش اندكس، وتستطيع تعمل بروفايل لك كباحث في هذا جوجل سكولر. في عندنا أيضا مايكروسوفت أكاديميك ريسيرش، ولديه الكثير أيضا من المزايا، وشبيه بال ومنافس لجوجل سكولر. جوجل سكولر أكثر شهرة. من الأدوات البحثية أيضا الشبكات الاجتماعية، ليست الشبكات الاجتماعية العامة التي كلنا نعرفها مثل فيسبوك وتويتر، وإنما شبكات اجتماعية بحثية. على سبيل المثال الريسيرش جيت، وعبارة عن مبادرة أوروبية، ومعنا الساي بروفايلز، وهي خاصة بدار نشر MDPI، دار نشر MDPI، ممكن الاستفادة منها. وفي معانا من الأشياء المهمة جدا للباحث حاجة اسمها Special Interest Group. هذه مهمة مثلا إذا كنت أنا أبحث في موضوع بحث معين دقيق، وأريد مجموعة بحثية تجمع لي كل ما يقال أو كل الباحثين المهتمين في هذا المجال، فهذه موجودة. فعلى سبيل المثال أول ما ظهرت عن طريق مؤسسة أو association اسمها ACM Association of Computer Machinery، وفي أيضا الـ AIS، شخصيا أنا مشارك في هذه الثانية اسمها Association of Information System Special Interest Groups. هذه طبعا عائدة على موضوعك البحثي وعلى تخصصك، تستطيع أن تبحث عنها وتشترك فيها، بعضها مفتوحة وبعضها تحتاج اشتراك. من الأدوات البحثية أيضا البحث عن الداتابيس أو الديجيتال لايبريز، وهذه مهمة جدا، أعتقد فقط نعرج عليها، قد الكثير من الباحثين يعرفوها. معنا ثلاث مصادر رئيسية. المصدر الأول Web of Science، وهي أكبر مؤسسة بحثية اليوم، المؤسسة البحثية الأمريكية الأولى التي تدير البحوث على مستوى العالم. لديها أداتين رئيسيتين، الأولى Journal Citation Report، وهي يحتاج تكون سبسكرايب، يعني لا تستطيع أن تستخدمها إلا إذا كانت جامعتك أو مؤسستك البحثية مشتركة فيها، وتعطي تقارير سنوية على موضوع المجلات العلمية ووضعها العلمي من حيث ترتيبها. في معنا أيضا الماستر جورناليس، وهي مجانية موجودة، يستطيع كل باحث أن يبحث فيها. لكن هناك فرق بين الماستر جورناليس والجي سي آر. الفرق الرئيسي أنه الجي سي آر يشمل كل أنواع المجلات الموثوقة الموجودة في الويب ساينس، اللي هي عبارة عن ثلاثة أنواع: الساينس سيتيشن إندكس، والسوشيال ساينس سيتيشن إندكس، والآرت أند هيومانيتيريان سيتيشن إندكس. بينما الماستر جورناليست تشمل بالإضافة إلى ذلك شيء يسمى إميرجينج سورسز سيتيشن إندكس، وهي عبارة عن مرحلة، أو بمعنى أنه إذا كانت هناك مجلة علمية استوفت كل الشروط إلا قليلة، الويب اوف ساينس تروح تحطها في الكاتيجوري هذه تمهيدا لدخولها الى الجي سي ار. وفي معنا ايضا سكوبس او ساينس دايركت كاداء او تول تبع السكوبس، تستطيع ان تبحث مباشره عن طريق سكوبس اذا جامعتك البحثيه مشتركه، او عن طريق الساينس دايركت تستطيع ان تبحث. في عندنا ايضا IEEE اكسبلور، وهذا مهم بالنسبه لتخصصات الهندسيه والتكنولوجيه. وفي عندنا أدوات بحثية خاصة بتخصصات معينة أو دور نشر معينة. مثلاً طلاب الطب كلهم يعرفوا تقريباً الـ PubMed،
طب لا أعتقد أن هناك طالب يدرس في مجال الطب ويستطيع أن يستغني عن دار النشر هذه والبحث فيها. في مجال الإديوكيشن والبعض السوشيال ساينسز في الإميرالد وهي أيضا وهكذا تستطيع في تخصصك أن تبحث عن دار نشر أو مجلة مهمة في هذا المجال. وفي عندنا أيضا أدوات بحثية ليست علمية بامتياز، مثلا أركايف تستطيع أن تبحث فيها عن أوراق علمية لكنها ليست محكمة، ليست بير ريفيو. مثلا بعض الباحثين لم يحالفوا الحظ في نشر ورقته العلمية ولا يريد أن يهملها للزمن هناك، يريد أن يقول للعالم أنا عندي ورقة علمية لكن ربما لا ترتقي إلى مستوى المجلات العلمية المحكمة ويحطها في الأركايف. وفي أيضا البريبرينتري جيدة لمن يبحث عن أفكار بحثية أولية، لكن كباحث متمرس تحتاج أن تبحث المصادر أكثر موثوقية. وفي البريبرينت أيضا هذا المرجعين الاثنين اللي تشوفوهم طبعا شوفوا اللون حقهم كذا لأنه ما هم في عليهم مشاكل. معنا الساي هاب، الساي هاب عبارة عن ويب سايت يوفر لك أكسس إلى المقالات العلمية المدفوعة الثمن. طبعا اللي أنشأته عبارة عن طالبة كازاخية من كازاخستان كانت تدرس دكتورة والآن مستضاف في روسيا، والسفير رفع الدعوة ضد هذا الموقع على أساس أنه يأخذ يعني انتهك حقوق النشر لديها، لكنهم هم يدعون أنهم يعملون بحقوق الإنسان والمادة التي تقول بأن البحث العلمي ونتائجه وفوائده حق المشاركة في مكتوب للجميع. وفي أيضا هذا الأداة الأخرى اللي اسمها Library Genesis وهي عبارة عن أداة تستخدم للبحث عن الكتب التي لا تجدها في محركات البحث العادية. وفي ترابط أيضا ما بين هذين البحثين. اللي معه مشاكل في موضوع السبسكريبشن هنا مربط الفرس. طيب القسم الآخر أيضا أو الرابع من التولز في الداتا أناليسيس، وهذا مجال كبير جدا. طبعا هناك هاندي تولز عبارة عن تولز موجودة أونلاين تستطيع البحث عنها، مثلا كالكوليتر تستطيع البحث عنها أونلاين، كونفرسر من وحدة قياس إلى وحدة قياس معينة تستطيع البحث عنها أونلاين وهكذا. في عندي في الإحصاء SPSS والكل يعرفه، في عندي في البارشال ليست سكويرز، في عندي سمارت بي ال اس او راب بي ال اس، او في عندي اموس، وفي عندي ليزر، وفي عندي ام بلس، في ستات، في ستاتا، وفي اكسل. طبعا اكسل في بلجن اسمه اناليسيس تول باك، هذا لو حملته في الاكسل يقوم لك بالكثير من المعادلات والفحوصات والاختبارات الاحصائيه التي قد تحتاجها. في أدوات إحصائية أيضاً مثل الماتلاب والمينيتاب لطلاب الهندسة، ماتلاب في بديل له أيضاً. وفي عندي أيضاً أكثر يعني ميولاً إلى الإنجينيرينج والتكنولوجيا والكمبيوتر مثل الساس والآر، آر سي دو والبايثون. وفي عندي هنا تولز اللي يريد يشتغلوا مثلاً في مجال السيستماتيك ليتريتشر ريفيو لكن ما يريد أن يقوم بها بأداة يدوية. في أداة طورت حديثاً من قبل منظمة بريطانيا، هذه الأداة اسمها هذه الأداة الموجودة اللي هي كولاندا. فكرتها أنها تقوم بعملية استخدام الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج الجوريثم في البحث وترتيب السيستماتيك ريسيرش ريفيو. طيب في الرايتنج والإديتنج طبعا هذا بشكل سريع، طبعا أتمنى الأخوة الموجودين إنه ما نعمله في الجزء الأول من المحاضرة والاستعراض فقط، من أجل نعمل فلاشينج ايديا بأنه نعم أنت كباحث هناك الكثير من الأدوات التي تحفظ جهدك ووقتك وتجعل الحياة البحثية بشكل عام كنت باحث أو حتى غير باحث يعني أكثر سهولة واختصارا للوقت. طيب الرايتنج والإديتنج، الرايتنج والإديتنج طبعا أحتاج أشياء كثيرة لما أقوم بعملية كتابة ورقة بحثية أو الماستر ثيسيس أو البي إتش دي ثيسيس. أحتاج في مجال اللغة وخاصة نحن اللي اللغة العربية بالنسبة لنا فورينر لانجويج مش حتى سكند لانجويج، فأنا أحتاج أدوات لتفحص مثلا الجرامر تبعي. في أداة اسمها جرامرلي ممتازة، جزء منها أوبن جزء منها اشتراك. وفي معي أدوات لتفحص السيميلاريتي أو حالة التشابه الموجودة ما بين بحثك والأبحاث الأخرى، لأنه غير مسموح في عملية النسخ واللصق إلا بنسبة محددة للضرورة تحددها الجورنالز والستاندرز الموجودة. في معي ترنت إن وفي معي كروس ريف، هذه أداتين
تستخدم، ويقال انه الكروس ريف اكثر يعني مش دقه وانما شديد اكثر من الترنت ان في معاييره. الام اس وورد في عنده اديتور ايضا يقوم بهذه المهمه. في عندي اداه اسمها هنا بيبر ريتر. بيبر ريتر ممكن تطلعوا عليها، هي مجانيه وتعطيك 3 في 1، تعطيك تشيك على الجرامر الموجود عندك، تعطيك سجستشنز اذا في الترناتيف فريز اور ووردز، وتشيك على السيميلاريتي الموجوده تبعك، ممكن الاستفاده منها في هذا السياق. احتاج ايضا لما اكتب ادوات تقوم بعمليه اي ورقه علميه ما فيهاش فيجر ولا تيبل تعتبر جامده. انا لما اكتب لابد ان تكون ورقتي العلميه مبسطه للقارئ، فاستخدم الاشكال التوضيحيه والفيجرز وغيرها. فاستطيع استخدم المايكروسوفت فيزو الموجود مع ويندوز، واستطيع استخدم الفوتوشوب، وفي ادوات اونلاين ممتازه جدا، في اداه اسمها درو، وفي اداه اسمها دايجرام او اب دوت دايجرام دوت نت. هذه الاخيره شخصيا استخدمها وممتازه جدا، شبيهه بال مايكروسوفت فيزو وغيرها الكثير طبعا من الادوات. وفي عندي في الستايلينج والايديتنج، لما اكتب اذا كنت اكتب ثيسيس مثلا، الجامعات في الغالب عندهم تمبليت معين فيمكن استخدمه. اذا بكتب المجله معينه، معظم المجلات عندهم تمبليت، اما وورد تمبليت او لاتكس تمبليت، فاخذ التمبليت هذا واستطيع اعمل محاكاه له. استطيع استخدم الام اس اوفيس او الاوفيس 365، واستطيع استخدم اللاتكس. اعتقد كان في دوره عن هذا الموضوع، وهو عباره عن محرر نصوص متميز للمستندات الطويله. وفي عندي ادوات خاصه في الريفرنسنج، سواء عن طريق الوورد، في ريفرنس تاب موجوده فيه اللي مثلا ما يعرفه اللاتكس، او استخدم اللاتكس او الريفرنس مانجر اللي بنتحدث عنه اليوم. هذه باختصار الادوات، باختصار شديد عملنا عمليه فهرسه ومرور سريع، لا نستطيع أن نقف عند كل واحدة منها أو لمحة عند بعضها، لكن للباحثين وخاصة اللي عندهم في بداية المشوار أو ما عندهمش معرفة كبيرة عن الأدوات البحثية التقنية الإلكترونية، هذه لمحة سريعة عنها. هذه المحاضرة وهذا السلايد بمحاضرة تسجل، وهذا المراجع ستعطى لكم لمن يريد أن يتوسع أكثر. في ختام هذه المحاضرة آخر سلايد، أحب أن أتحدث عن الأدينتيتي. أنت كباحث who are you، أو أنا كباحث who am I، مهم جدا وخاصة من ناحية تسويق. ليس المهم أن تكون باحث، وليس المهم أن تنشر فقط، وإنما المهم أنك تحصل citation، والمهم أن يكون بحثك العلمي له تأثير في المجتمع المعرفي أو في الاندستري. فأنا كباحث كيف أستطيع أني أرفع من احتمالية تواجدي وظهور أبحاثي على المجتمع المعرفي؟ هذه مجموعة من الأشياء التي يفترض أن تكون موجودة لك كهوية باحث، كهوية تحتاجها. تحتاج أن يكون عندك أوركيد أو Open Researcher and Contribution ID، يحتاج يكون عندك Web of Science Researcher ID. في أداة حلوة أيضا تبع Web of Science، هذه الأداة تساعدك في أرشفة الأبحاث وتعطيك Citation وما إليه. أول ما تنشر ورقة من نوع ISI أو Web of Science تحت JCR، فيظهر عندك على طول، تستطيع أن يكون عندك هذا الرقم الاي دي. وأول ما تنشر ورقة في السكوبس يتولد لديك أيضاً رقم اي دي، تعمل configuration معين حتى يكون لديك السكوبس author اي دي. يفضل يكون عندك بروفايل في هذا السوشيال نتورك. يفضل يكون عندك بروفايل في الريسيرش جيت. يفضل يكون عندك بروفايل في جوجل سكولار. يفضل يكون عندك بروفايل في لينكدين. ويفضل اخيرا يكون عندك هوم بيج، بيرسونال هوم بيج او بلوج او شانل. وهذه اذا كنت مثلا اكاديمي في جامعه، الجامعه توفره لك. اذا كنت غير اكاديمي، تستطيع تنشئ ويب سايت خاص فيك، او اللينكدين او واحده من هذه يمكن ان تكون مثابه البيرسونال هوم بيج، وتعمل عمليه تحديث للايدنتيتي تبعك كباحث. هذا الجزء الأول من المحاضرة باختصار شديد. ننتقل الآن إلى الجزء الآخر اللي هو الأهم. من أجل الوقت يا شباب، أنا مش عارف الأسئلة طبعاً إذا في على الشات، لكن بنخلي الأسئلة إلى الأخير. أفضل أنه تكون الأسئلة إلى الأخير بحيث نحن نستثمر الوقت الموجود عندنا. طيب، كذا نكون انتهينا من الجزء الأول من المحاضرة.
الجزء الثاني من التوك تبع اليوم سيكون عن الاند نوت. طيب بالنسبة للجزء الأول من المحاضرة انتهينا منه، عبارة عن أدوات بحثية عامة مختصرة. الجزء الثاني سنتحدث عن أداة كمثال، يعني لاحظوا ذاك الكم الهائل، ولا أدعي أنه شامل وكامل كما نبهت، لكنه مع الزمن ومع الاستمرار فقط الباحث يبدأ، إذا بدأت واستخدمت تمشي الأمور معك بسهولة، والكثير منها عبارة عن user friendly، سهلة الاستخدام بشكل كبير. لكني أنصح دائما الباحث أنه اللي عاده متعود، يعني تخيلوا معي زمان عندما كانت مصدر البحث العلمي عبارة عن الكتب أو المكتبات التقليدية، كم الجهد والوقت الذي يحتاج الباحث من أجل الحصول على معلومة معينة أو التأكد من معلومة معينة. وبالتالي أنا هنا أنصح كل الباحثين بأنه الأتمتة واستثمار هذه الأدوات بذكاء وحكمة من أجل تسهير المسيرة البحثية لديك. الجزء الثاني المحاضرة عن الاندنوت، والاندنوت عبارة عن ريفرنس مانجر، عبارة عن ريفرنس مانجر. السؤال، هل أحتاج أنا كباحث إني أستخدم ريفرنس مانجر أو لا؟ طبعا وجودي أنا اليوم معكم موجود هذه الثلة المباركة الجميلة من الباحثين والأكاديميين والدارسين والزملاء يجيب على هذا السؤال. والإجابة الأخرى لهذا السؤال ستكون هي المحاضرة أو ما تبقى من محاضرة اليوم. هل أحتاج إلى ريفرنس مانجر؟ بالتأكيد يكفي شيء واحد، اختصار الوقت والجهد، مهمتين رئيسيتين. عندما نعرف تفاصيل اليوم الاند نوت والمزايا الجميلة التي وفرها لنا هذا البرنامج أو السوفتوير باكيج، سنعرف لماذا نحتاج الريفرنس مانجر طبعا بشكل عام أيا كان هذا الريفرنس مانجر. طيب نبدأ، قبل أن نتحدث عن الاندنوت دعونا نبحث عن الأم أو الجهة التي أنشأت هذا السوفتوير باكيج. لدينا هنا الكلاريفيت أناليتكس، وهي عبارة عن شركة أمريكية لديها مهتمة في البحث ولديها مجموعة من المنتجات، لديها مجموعة من البرودكتس. لاحظوا معي لديها مجموعة من البرودكتس، أهم برودكت موجود للكلاريفيت أناليتكس هو الويب أوف ساينس. والويب أوف ساينس لدي طبعا كلنا يعرف الويب أوف ساينس عبارة عن أكبر مؤسسة بحثية مهتمة في توفير خدمات البحث العلمي من عملية الموثوقية والسايتيشن والكثير من الخدمات. لاحظوا معي هنا فقط أنا عملت برينت سكرين من الويب سايت تبعهم. هذه الخدمات أو البرودكتس أو السيرفيسز التي تنتجها الويب أوف ساينس، كثير من المزايا جميعنا يعرف الجورنال سايتيشن ريبورت، أعتقد جميعنا يعرف الماستر جورنال ليست، السكولر وان. السكولر وان هذا عبارة عن لما تعمل سبميت البيبر إلى جي سي آر جورنال في الغالب استخدموا هذا كمانجر للسبميشن تبعك، والكثير من المزايا. اللي همنا هنا هو من الاند نوت. اذا الاند نوت عباره عن منتج او سوفت وير انتجته الكلاريفيت اناليتكس، وهي المالكه للويب اوف ساينس. والويب اوف ساينس من قبلها اساسا كان يتبع لثومسون راوترز، والان تحول الى الكلاريفيت اناليتكس. وبالتالي هنا الاجابه على سؤال البعض، مش عارف إذا الدكتور ناصر موجود هنا أو لا، لماذا الاند نوت أو هل الاند نوت كريفرنس مانجر أفضل من غيره من الريفرنس مانجر؟ هنا لا توجد إجابة بيس أو نو. كل ريفرنس مانجر له برونس أند كونس كما يقولون، له إيجابيات وله سلبيات. بالنسبة للاند نوت أهم ما يميزه بعض الأمور. رقم واحد أنه ابن هذه المؤسسة البحثية الأكاديمية العملاقة، بمعنى أنه الويب أوف ساينس انتجريشن عالي جداً، بمعنى أنه الانتجريشن لمهام الريفرنس مانجر هذا مع كل منتجات الويب أوف ساينس عالية جداً ومناسبة وسهلة. وبالتالي تجد أنه الكثير من الجامعات البحثية المتميزة في الغالب يعملوا اشتراك للويب أوف ساينس، يعملوا اشتراك أيضاً مع الاند نوت، أو
ريفرنس مانجر آخر. هذا أهم ما يميزه. ثاني شيء يميزه إنه يوزر فريندلي، سهل التعامل مقارنة ببعض الريفرنس مانجر. لديه بعض الدروباكس أو الديسادفانتج إنه الفول فيتشر حق الريفرنس مانجر هذا عبارة عن سبسكريبشن بيست، بمعنى إنه بالضرورة يكون عندك اشتراك حتى تحصل النسخة المكتملة المزايا. صحيح في نسخة بيسك فيها الأساسيات الأولى أو البيسك فيرجن تعطيك 2 جيجا بايت فقط من التخزين، وتعطيك تقريبا مساحة تصل إلى تخزين 50,000 مرجع بحثي. أنت كباحث مبتدئ هذا يكفيك، لكن إذا حتكون مهمتك بحثية طويلة أنصحك، إذا نصيحتي إذا كانت لديك القدرة على تحميل أو الحصول على نسخة مجانية من الإند نوت فهو خيار منافس وجيد، وخاصة الطلاب مثلا في ماليزيا اللي درسوا في جامعة اليو ام أو جامعة اليو ام بي تقريبا اليو تي ام، وبعض الجامعات الماليزية لديها اشتراك لهذا الريفرنس مانجر إند نوت. فإذا استطعت أن تحصل على هذه النسخة من الإند نوت فهو خيار جيد وأنصحك فيه. إذا لم تستطع أن تحصل عليه يمكن أن تبحث عن الأوبن سورس أو مجانية المصدر. في الأخير الغرض والهدف واحد. طيب ما هو الإند نوت؟ ما هو الإند نوت أو what is it for؟ ليش نستخدمه؟ طبعاً إحنا نستخدم الإند نوت من أجل البحث عن المصادر المراجع البحثية العلمية، من أجل تخزين هذه المراجع وإدارتها، ومن أجل عملية الاستشهاد في هذه المراجع أثناء كتابة الأوراق العلمية والثيسز تبعنا، ومن أجل مشاركة أيضاً هذه المصادر أو هذه المراجع، سواء إذا كنت أعمل في مجموعة بحثية أو إذا كنت سوبرفايزر وعندي طلاب أو إذا كنت أعمل كريسيرش أسيستانس وعندي مهمة بحثية. وأيضاً أستطيع أن أستخدمه من أجل البحث عن الجورنال المناسبة للمانيوسكريبت أو البيبر الموجودة تبعي. سنتحدث عن كل هذا بالتفصيل. طيب سؤال، من يفترض أن يستخدم الإندنوت؟ طبعاً الإجابة الديفولت أو التيبيكال أنسر هو الريسيرشرز، وهذا صحيح، لكن ليس الباحثين فقط، وإنما أيضاً أي شخص لديه استفادة من الريفرنس مانجر. فمثلاً الميديكال بيرسونال أحياناً ما مش باحثين لكن اللي يعملوا في المجال الطبي يكتبوا تقارير طبية معينة، وصلوا إلى أبحاث ونتائج طبية معينة، يريدوا يعملوا تقارير لهذه الأبحاث المعينة ويستشهد بالنتائج اللي وصل إليها مثلاً بمراجع علمية، فيحتاج الإندنوت. أيضاً ليس الباحثين فقط، وأيضاً الطلاب سواء الطلاب البكالوريوس أو طلاب الماجستير اللي درسوا باي كورس يحتاجون أيضاً للريفرنس مانجر من أجل الأسايمنتات الموجودة تبعهم، وآخرين كل ما لديه فائدة من هذا الريفرنس مانجر. الكومون سيناريو من أجل فقط توصيل الفكرة لبعض المبتدئين، طبعاً ملحوظة فقط قبل ما نغوص في تفاصيل المانيوسكريبت أو الهاندس أون تبع التوك، أنه حفترض أولياً أنه الجميع عنده البيسكس أو الأساسيات الأولية، وبالتالي حنبدأ من البيسكس الرئيسي. الذي عنده أدفانس ليفل أو عنده تجربة مكتملة بالنسبة لهذا الريفرنس مانجر فلا يحتاج أنه معذرة رمزي، هل السلايدات واضحة عندك في المحاضرة؟ فقط أكد. لأنه ما أتابع الشات ومش عارف إيش. دكتور ما وقت معك. أيوة في رسالة فقط في الشات ممكن تظهر عرض المحاضرة. يظهر العرض يا. واضح. ممتاز خلاص. تابع الشات. الله يرضى عليك. الشات الذي عنده سؤال قلنا لهم يرسلوا على الخاص على اليمني ستودنت. جاء في ملحوظة معينة تقنية أو فنية تبلغنا. طيب بشر. طيب فقلنا حنعمل افتراض أولي بأنه الموجودين طبعاً يطمنوا، اللي ما عنده أي شيء في الإندنوت هو بسيط جداً، فقط يحتاج just get yourself into it and you will get along with it. وبالنسبة للي هم متمرسين يعني نعمل sharing، وفي بعض الـ new features موجودة في الإندنوت X9 version كويسة ممكن يعني بيشوفها في نهاية العرض.
لكن السيناريو الرئيسي بأنه أنت كباحث وأنت تقوم بالمهمة البحثية تبعك، فتقوم بالبحث، ستقوم بعملية البحث عن المصادر البحثية سواء من كتب أو المواقع الإلكترونية أو PDF من شتى المصادر، وأنت محتاج أن تجمعها كلها في ملف الوورد الموجود تبعك أو اللاتكس إذا أنت تستخدم اللاتكس. فإذا تريد أن تجمعها كلها وتعمل لها عملية إدارة وبحث وفهرسة ومشاركة ومزامنة والكثير من الفوائد، الريفرنس مانجر يقوم لك بالمهمة هنا اللي هو الإند نوت أو غيره. فهذه الفكرة الرئيسية اللي هو عبارة عن وسيط ما بينك وما بين العمل الكبير التي تحتاجه أنت كباحث داخل يعني أثناء عملية البحث العلمي. طيب هذا هذه الأهداف التعليمية العملية اللي حنطبقها اليوم، بنبدأ ننشئ لنا لايبراري، طبعاً بنمر على هذه الأهداف نحققها بالكامل. تقييمكم لي في وصول المعلومة من عدمها هو التحقق من إنه هذه الكونسيبتس كلها يعني وصلت. فبنتحدث كيف نبدأ نعمل مكتبة، كيف نبحث عن السورسز الموجودة، وكيف نعمل عملية ترتيب وتنظيم لها، كيف نبحث عن الفول تكست النص الكامل والبي دي اف، وكيف نعمل تعديل للبي دي اف هذا ونسجل من حضاناتنا عليه، وكيف نبني البيبلوغرافي او قائمه المصادر الموجوده تبعنا ونعدل ستايلز اللي المطلوب ونختاره، وكيف نحفظها ونعمل لها ابديت ومزامنه، وكيف نعمل لها مشاركه مع اخرين او مع مجموعات اخرى، وكيف نبحث عن المجلات المناسبه للورقه البحثيه الموجوده تبعنا. هذه الأهداف اللي حنمشي عليها عملياً. نحن بادئين الآن بسم الله، كم مشى من الوقت؟ إحنا الآن بادئين بالمحاضرة، مشت ساعة تقريباً، كويس لو أنفقنا الساعة المتبقية في الانتهاء من هذه المفاهيم بيكون ممتاز. لاحظوا معي بانه الاند نود طبعا في فيرجنس اخر نسخه نزلت له عباره عن X9 ويعملوا له تحديث في تقريبا X9.1 X9.2 تقريبا اخر نسخه له، وشعارهم ريسيرش سمارتر. فعلا اذا تستخدم ريفرنس مانجر اند نود او غيره يو سمارتن يور ريسيرش جورني. فحنبدا حنمشي خطوه خطوه بهذا المانوسكريبت بالآلية التالية. حنتحدث عن الكونسبت بشكل نظري وبعدين نطبق بشكل عملي، وفي الأخير بترك لكم مصادر، هذه المصادر كافية لكل باحث أن يعود لها في أي وقت يريد من أجل التوسع أو التأكد أو توكيد هذه المعلومات التي سيحصل عليها. عشان كده أنا بمشي من نقطة إلى نقطة بشكل متسلسل ومتتالي. حنبدأ في اللايبراري ويندو. لاحظوا معي، أنا حفترض الآن إنه الجميع حمل الإند نوت وموجود عنده. طبعاً للمعلومة بالأمس تم إرسال رابط لكم المشاركين في المجموعات، الإخوة اللجنة المنظمة أرسلت هذا الرابط. الرابط هذا تستطيع أن تحمل لمن ليس لديه نسخة الإند نوت، تستطيع أن تحمل نسخة تجريبية لمدة 30 يوم الفول فيتشر، وإذا تريد النسخة الأولية البيسك تستطيع أن تحملها باستمرار. فأنا حفترض جدلاً أنه الجميع عنده الإند نوت والجميع يعرف كيفية تحميل الإند نوت. تحميل الإند نوت بسيط جداً، عبارة عن وزارت زي ما تحمل أي برنامج في الويندوز وتعمل نيكس 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 نيكس. وبالنسبة للماك أيضاً عملية سهلة وبسيطة جداً تحميل البرنامج. فتحميل الإند نوت ريفرنس مانجر مثل تحميل أي برنامج آخر، اعمل نيكس فقط. في الوسط تستطيع أنك تغير التخصص تبعك واهتماماتك البحثية وتخليها ديفولت طبيعي. فهذا الافتراض الأولي قبل ما نبدأ بالهاندز أون أو بالجانب العملي للإند نوت. طيب أول حاجة تحتاجها أول ما تفتح الإند نوت، طبعا لاحظوا معي أنا بفتح الإند نوت عندي الآن، هذا الإند نوت عندي. أول ما تفتح الإند نوت لو عملنا لي هنا، اول ما افتح الاند نوت يكون موجود عندي كذا، اول ما احمل الاند نوت يكون موجود عندي بهذه الطريقه. فاول حاجه احتاج انا اعملها، اول خطوه احتاج اني اعملها انه ايش اعمل؟ اروح انشئ مكتبه. طبعا استطيع اني انشئ اكثر من مكتبه في الاند نوت، لكن النصيحه التي
تقال إنه انشئ مكتبة واحدة فقط لرحلتك البحثية. إذا كان طالب ماجستير أو طالب دكتورة انشئ مكتبة واحدة. طبعاً داخل المكتبة تستطيع أن تعمل لها سب كاتيجوري، تعمل جروب، تعمل سب جروب، لها مزايا كثيرة. لكن من حيث المبدأ النصيحة والبيست براكتس create a single library، انشئ فقط مكتبة واحدة. ويتم إنشاء هذه المكتبة غير منصوح أنك تنشأها في نتورك درايف أو في ملف synchronized folder مثل الجوجل درايف أو الون درايف أو الدروب بوكس. لا ينصح بإنشاء ملف الاند نوت في واحدة من هذه الأماكن، سواء نتورك درايف أو synchronized درايف أو الدروب بوكس أو الجوجل درايف. ليش؟ لأنه قد يحصل كربشن لللايبراري تبعك. فأفضل شيء تنشأها عندك إما في الدوكومنت اللي هو المكان الافتراضي، أو تنشئها في هارد ديسك تبعك في الدي أو الإي أو مكان محفوظ. أهم شيء لا في النتورك ولا في الجوجل درايف أو الدروب بوكس. بعد ما أنشئ مكتبة، عندما تنشأ المكتبة طبعاً المكتبة أول ما تنشأ يظهر ملفين رئيسيين two components. الكمبوننت الأول بامتداد ENL file، والكمبوننت الثاني عبارة عن data folder. إذا صح التعبير data folder عبارة عن المستودع الذي سيتم فيه خزن كل ما يتعلق بالمكتبة تبعك، والـ ENL file عبارة عن المنفذ أو الباب أو الدور الذي سيمكنك من الوصول إلى هذا المستودع. عشان كده عبارة عن ملفين. وفي عندنا ثلاثة panels بنشرحها الآن بشكل عملي. الآن خلونا الآن كملنا library node، نروح نأخذ تطبيق عملي لها كيف يتم إنشاء. لاحظوا معي هذا library. طبعاً أول ما أنشئ مكتبة جديدة هذا الـ end node، أعمل file وأعمل إيش new. لكن أنا موجودة عندي library already موجودة، هذه library أول ما تنشئها طبعاً تظهر المكتبة عندك تظهر بهذا الشكل، تظهر بهذا الشكل، تظهر فاضي. هذا المكان ظهر فاضي، لا يوجد أي مرجع بحثي، لا يوجد أي مرجع بحثي هنا. ليش؟ خلوني بس أحذف هذه المصادر على أساس أذكر لكم كيف ممكن تظهر. أول ما أنشأ المكتبة اللايبراري تظهر عندي بهذا الشكل. طبعاً تتكون من ثلاثة لوحات رئيسية. هذه اللوحة الموجودة في الوسط عبارة عن الريفرنس بانل، وتحتوي على المراجع أو الليبراري ريكوردز، عبارة عن المصادر أو الريفرنسز تكون موجودة هنا. هذا اللوحة الأولى. اللوحة الثانية عبارة عن تابس، في عندي ثلاثة تابس رئيسية. هذا التاب يعطيني معلومات عن الريفرنس، الأوثر والير والجورنال والدي أو آي وغيره من المعلومات. وهذا التاب يعطيني كيف يكون شكل السايتيشن حسب الستايل الموجود عندي، إذا كان عندي هارفارد ستايل أو إم إل إس ستايل أو أوكسفورد ستايل أو وات إيفر، يظهر عندي هنا كيف يكون شكله. وهنا البي دي اف اللي هو الملف المرفق بهذا الريفرنس، هذا بالنسبه للوحه الثانيه. اللوحه الثالثه هنا عباره عن الجروبس، والجروبس هنا تظهر طبعا الديفولت جروبس، هذه جروب تظهر بشكل ديفولت، وتظهر ايضا الجروب اللي انت ستنشئها، وتظهر ايضا الجروب اللي انت مشاركها مع باحثين اخرين او باحثين اخرين شاركوها معك، وسنتحدث عن كل واحده منها بتفاصيل. هذه طبعاً الثلاثة الأنواع. طبعاً لو أجي مثلاً أعمل Open Library هنا فقط من أجل تعرفوا كل Library إيش تتكون، لاحظوا معي مثلاً أنا حافظ Library السبع هنا. مثلاً هذه Library SLR1، هذه SLR1 هذا الملف بامتداد ENL file، وموجود SLR1 هذا بامتداد Data، هذا عبارة عن المستودع اللي فيه كل شيء، وهذا عبارة عن الفايل اللي بامتداد ENL file اللي يمكنني من الوصول عن طريق هذا البرنامج، عن طريق شاشة هذا البرنامج، من الوصول إلى هذه المصادر. إذن بضغطة زر واحدة أستطيع أن أنشئ لي مكتبة. تخيلوا معنا هذه مكتبة مثل المكتبات العملاقة الكبيرة التقليدية، بدأت تبنيها أنت من الآن، حنبدأ نبنيها حبة حبة step by step، نمشي مع بعض ونشوف كيف نبنيها حتى نصل إلى مرحلة citation والsharing والupdating والsynchronization وما إليه. أنشأنا اللايبراري، الآن ننتقل إلى السيرش. كيف نبحث؟ أنشأت مكتبة، الآن أنا عندي مكتبة، لكن لا يكفي أن يكون لدي مكتبة، مهم جداً أنه تكون فيها مصادر. كيف أوصل إلى هذه المصادر؟ في عندي الموت تولبار، ثلاثة تولبار موجودة عندي، من أخذها بشكل عملي.
عبارة عن local library. local library معناته إنه إيش؟ أبحث داخل المكتبة الموجودة عندي، سواء أنشئ ريفرنس جديد وأخزنه عندي بشكل يدوي، أو الريفرنسات الموجودة من بشكل مسبق موجودة لدي. النوع الثاني عبارة عن online search، وهذا إذا أريد إني أبحث مش عن طريق داتابيس أخرى أو جوجل سكولر أو غيره، لا، أستطيع أن أبحث من داخل الـ end note تبعي، أبحث على مصادر بحثية معينة. أو الثالث وهو الأفضل والذي أفضل إذا بتستخدمه إنه يتم استخدامه، اللو integrated library online مع الـ offline mode. يعني تستطيع أنك تبحث عن طريق ما يسمى بالـ connection files. الـ connection files هذه عبارة عن ملفات تمكنك من الوصول إلى المصادر البحثية المتاحة. مثلاً إذا عندي مصادر بحثية متاحة ما هي سبسكرايب، أو حتى إذا هي سبسكرايب إذا عندك السبسكريبشن تستطيع أن تصل إليها عن طريق ما يسمى بالكونكشن فايل، وبنتحدث عليها بشكل عملي. مثلاً أريد أن أصل إلى باب ميد على سبيل المثال، أستطيع عن طريق الكونكشن فايل من داخل الإدنوت أني أبحث، أجري كل أبحاثي عن أي نقطة بحثية أريدها، عن أي موضوع أريد أن أبحث عنه من داخل الكونكشن فايل. هذا طبعا الكونكشن فايل بعضها مدفوعة الثمن، لابد أن يكون فيه سبسكريبشن حتى تصل إليها، لأنه الداتابيس الأساسية أساسا مدفوعة الثمن، وبعضها تكون مفتوحة المصدر. خلونا نشوف بشكل عملي كيف نقوم بعملية البحث. هذا اللابري الموجودة تبعي الآن، أريد أني أبحث. فقلنا هذا التابس الموجودة، هذا الأول عبارة عن لوكال، هذا اللوكال موجود عندي، طلع لي فقط الريفرنسز الموجودة تبعي هنا بشكل يدوي، عفوا بشكل أوفلاين. وهذا الريفرنس الآخر يطلع لي فقط إذا أريد أبحث من هنا، سواء عن طريق الأوثر أو عن طريق أي التايتل أو الير، أريد أن أبحث عن مراجع بحثية معينة. الخيار المحبذ والمفضل والمنصوح في الريكومندد إني أستخدم الواسط اللي هو الاثنين، اللي هستخدم الأونلاين والتقليدي، وعن طريق ما يسمى بالكونكشن فايلز. لاحظوا معي بأنه في الخيار الواسط هذا يظهر معي الكونكشن فايلز. كيف أصل إلى الكونكشن فايلز؟ من حاجة اسمها مور، إذا ضغط عليها هنا، ضغط عليها يطلع الكونكشن فايلز. هذه الكونكشن فايلز، هناك الكثير من الكونكشن فايلز، ما أدري كم العدد هنا الكونكشن فايلز، وفي أكثر تستطيع تعملها داونلود من الاندنود.com. هذا الكونكشن فايلز عبارة عن كونكشن، توصيل ما بينك أنت كباحث موجود أمامك الاندنود، وما بين الداتابيس التي تخزن فيها المراجع البحثية والمقالات العلمية. على سبيل المثال طبعاً بعضها سبسكرايبد مثل الويب أوف ساينس والبروكويست وغيره، وبعضها مفتوحة المصدر مثل البابميد، أصحاب الطلاب الطب مثلاً. البابميد مثلاً أضغط على البابميد هنا وأروح أقول له تشوز بابميد، أختار البابميد، بيروح يعمل لي كونكتد مع البابميد، ظهرت عندي. الآن أقول له أنا أريد أن أبحث داخل البابميد هذه عن أي ملف، وأبحث عن أبحث عن مثلاً على سبيل المثال دعونا نستخدم سوشي على سبيل المثال، أريد أن أبحث عن مصطلح أو موضوع أو كل ما قيل عن السوشي، فأضغط إنتر. ولاحظوا معي أنه الآن أنا طبعاً ما أناش موجود في محرك بحث آخر، أنا موجود داخل إدنوت، طلع لي هذه المصادر البحثية، يقول لي بأنه موجود من 1 إلى 564 مرجع يتحدث عن السوشي. أستطيع من هنا أني أعدل على الرقم، أحدد كم المراجع التي أريدها، أو أقول له أعمل استيراد لهذه المصادر كلها. إذا قلت له أوكي يروح يعمل import لكل المصادر البحثية أونلاين عن طريق الكونكشن فايل من داخل الاندنوت. هذه العملية البحثية تأخذ لها ثواني فقط حتى تستكمل، 120 140 طبعا معنا 600 160 180 200. ها نقدر نبحث عن 200 بضغط الزر كذا في طريقة يدوية بدون ريفرنس مانجر، فيجيبها كلها، مش يبحث فقط وإنما يبحث ويروح يجيبها لمرتبة ومهندمة محترمة إلى داخل الاندنوت. ما علي إلا فقط أني أهتم بمهمة البحثية ومشكلة البحثية، ولا أهتم بالأشياء المصاحبة لها التي قد تأخذ وقت وتعيقك عن مهمتك الرئيسية. طيب ننتظر إلى أن
تنتهي على انتهت الآن، استورد ما يقارب 500 وكم 500 هنا 564 مصدر بحثي موجود عن طريق الكونكشن فايلز. لاحظوا معي هذا المصدر هذا يسمى الريكورد لايبراري، موجود فيه الاوثر، موجود فيه الير، موجود فيه تايتل، وموجود فيه ايضا الريتنج، موجود فيه الاوثر، موجود فيه حتى نوع الارتكل اذا هي بوك، ولا موجود فيه اللاست ابديت، موجود اسم الجورنال، موجود الريت. لاحظوا معي في بعض هذا التاب مثلا مهم جدا الريتنج، شخصيا انا استخدمته لما عملت سيستماتيك للتشر ريفيو، كان يفيدني جدا. او في بحثك مثلا انت بحثت عن موضوع معين وقعدت تتصفح العناوين هذه ولاحظت انه هذه الورقه العلميه ليست قريبه ابدا، لا من قريب ولا من بعيد الى الموضوع الذي اريده، هذه قريبه جدا بنسبه 100% بروح اعطيها 4-5 نجمات، أحلى وسهلة. هذه what I am looking for exactly، وهذه أوكي قريبة بشكل كبير، بعطيها كم؟ بعطيها أنقصها نجمة. وهذه تستطيع أنك تطور ترتيب أو خوارزمية معينة من أجل عملية العودة إلى هذه المصادر، بالإضافة إلى الجروبس اللي تستطيع أنك تفلترها إليها، تستطيع أنك تعمل عملية الريتنج. هذه مفيدة لك كباحث، مفيدة لما تعمل سيستماتيك ليترشر ريفيو مثلا، استطيع انه اعمل ريتنج بناء على التوبكس الموجودة تبعي، بناء على الأهمية، بناء لما تبحث اي نعمل لها انكلودد مثلا، لما اعمل فلترنج نعمل لها انكلودد اكسكلودد وهكذا. فهذه من الاشياء الممتازة. اذا هذه اول أو هذه طريقة فقط واحدة من طرق البحث عن المئات المصادر البحثية واستيرادها فين؟ الى الموجود تبعي، الى المكتبه الموجوده تبعي. طيب نرجع للفايل تبعنا، الوقت بيستطردنا وانا اخشى انه ما نكمل كل اللاب مانيوال. طيب احنا كملنا هذا الكونكشن فايل وعرفنا كيف نقوم بعمليه البحث. في طريقه ثانيه في عمليه البحث، وهو انه ايش؟ ما اريد ابحث انا من داخل اند نوت، انا ابحث في الداتا بيس الموجوده، سواء في جوجل سكولر او في سكوباس او في بريكويست او في ويب اوف ساينس. طبعا سناخذ مثالين الان بشكل سريع، سناخذ مثال على الويب اوف ساينس، ويب اوف ساينس اذا كانت عندك سبسكريبشن له، وسناخذ مثال على الجوجل سكولر بشكل سريع. طبعا ناخذ هذين المثالين ونتعرف كيف يتم استيراد المصادر البحثيه الى داخل الاند نوت عن طريق هذين المثالين. لاحظوا معي هذا الويب اوف ساينس، خلونا طبعا نبحث عن نفس العباره اللي كنا نبحث عنها اللي هي السوشي، نبحث عليها فين؟ في الويب اوف ساينس. قول له انتر، ابحث عن الويب اوف ساينس، معذره نحتاج ان احنا نفعل، تحتاج ان يكون عندك اشتراك، دقيقه بس بحاول اذا بيعمل كونكشن اصحاب اليو ام. اهلا وسهلا فيكم، بنحاول نحن ندخل على الويب اوف ساينس. ممتاز، هذا الويب اوف ساينس الان فتح معي، بعمل له ايش؟ سيرش. بعمل سيرش، طبعا للاسف اعتقد بعض الجامعات البحثيه فقط قليله اللي مشتركه في الويب اوف ساينس. هذا الويب اوف ساينس اريد مثلا اعمل اكسبورت، طبعا لاحظوا معي هنا موجود اكسبورت تو اند نوت ديسكتوب. هذا ما اقصد به انه الانتجريشن للويب اوف ساينس مع الاند نوت باي ديفولت. جوجل سكولر ما هي موجوده كذا، تحتاج تعمل بعض الخطوات ما تظهر لك بشكل تلقائي وغيرها. لكن الانتجريشن عالي جدا مع الويب ساينس، هذا فقط از سمول اكزامبل. فاروح اعمله، طبعا بعضهم يقولوا اكسبورت، بعضهم يقول داونلود، بعضهم يقول سايت، نفس العبارات تستخدم ونفس المقصد. اعمل له اكسبورت، هنا اقدر احدد هذا بحث وجد ما يقارب 500 مرجع، خلونا نعتبرهم 50 مرجع، نختار فقط 50 عشان الوقت. وطالما انا في الويب اوف ساينس طبعا يعطيني ميزه اني ابحث عن الفول ريكورد، مش فقط عن كذا، ابحث عن الفول ريكورد عن هذه المصادر البحثيه، اقول له اكسبورت. لاحظوا معي انه نزل لي ملف، هذا الملف اما يفتح معك بشكل مباشر او تضغط
هذا الملف وتقول له ايش افتحه في الاند نود، مش اند نود اونلاين، اند نود ديسكتوب. تقول له اوكي. فلاحظوا معي انه بضغطه زر واحده، بضغطه زر واحده استطعت اني اعمل امبورت ل 50 مرجع من الويب اوف ساينس الى الاند نود. هذه الموجوده عندي imported references، 50 مرجع موجود عندي فين؟ في الـ imported references، هذه المراجع الموجودة. طيب هذا بالنسبة للـ web of science. خلونا نأخذ مثال آخر اللي هو الـ Google Scholar. نأخذ Google Scholar، هذا Google Scholar، خلونا نكتب نفس العبارة sushi. أريد أن أبحث عن sushi food، نبحث عن السوشي على سبيل المثال. هذا الـ Google Scholar. Google Scholar طبعا موجود هذا الرمز، وبعضهم يجي سايت، بعضه يجي داونلود، بعضه يجي اكسبورت حسب الاسماء. فتضغط عليه، اول ما تضغط عليه تدخل له ايش اند نوت، تعمل له اكسبورت الى اند نوت. اذا كنت تستخدم طبعا الريفورك بتستخدم الريفوركس، واذا كنت تستخدم اللاتكس بتستعمل بتعمل البايب تكس، لكن احنا بالنسبه لنا نستخدم هذا الاند نوت. فعمل اند نوت، اضغط عليه يعني نزل لي الفايل اكزكيوتيف فايل تبعه، افتح هذا الفايل. طبعا احيانا يفتح معك مباشره حسب الويندوز تبعك والسيتنج. هذا الموجود الان عمل له امبورت لفين؟ عمل له امبورت الى الاند نوت تبعي. لاحظوا معي بانه الامبورتد ريفرنس واحد، واللي قبله امبورتد لاحظوا معي 649، جمع لي كل اللي تم عمل لهم امبورتد من الاونلاين اند نوت او من الويب اوف ساينس او من جوجل سكولر. طبعا في جوجل سكولر استطيع اني اعمل ايراد لاكثر من مصدر، ايضا اكثر من مرجع. طيب هذه عمليه الاستير. الان احنا عرفنا كيف ننشئ مكتبه، وعرفنا كيف نبحث عن مصادر ونجيبها نعمل لها امبورت لداخل فين المكتبه هذه، سواء من داخل الاند نوت نفسه عن طريق الكونكشن فايلز، او من خارج الاند نوت. واخذنا مثال على ذلك ويب اوف ساينس وجوجل سكولر. طيب واضح؟ واضح. طيب الآن نمشي للي بعده. الآن لا يكفي إنه تعمل فقط تنشئ مكتبة ويكون معك. لاحظوا معنا إحنا بثواني معينة أصبح معنا أكثر من 600 مرجع. الآن مهم جدا نعمل لهم categorization وعمل لهم ترتيب إلى groups من أجل يسهل التعامل مع هذه الأبحاث. أهم ميزة موجودة في الإندنوت، من أهم المزايا التي يفترض على الباحث الاستثمارها، اللي هو groups. طيب الجروبس، الجروبس في عندي مجموعة من الجروبس بنأخذهم بشكل نظري الآن، وبعدين نأخذ اكزامبل عملي عليهم. عندي كاستم جروب. الكاستم جروب المقصود فيها انه الجروب اللي انشئها انا بشكل يدوي واملئها بالمصادر البحثية او المراجع البحثية بشكل يدوي. وعندي نوع اخر يسمى سمارت جروب. السمارت الجروب هذه لما أنشئها أحدد لها كلمات بحثية معينة فقط، وتروح تبحث عليهم داخل اللايبراري تبعي، وتنشئ النتيجة البحث هذه تنشئهم في جروب منفصل، هذا يسمى سمارت جروب. وفي عندي أيضا نوع يسمى كرييت فروم جروبس، هذه مهمة جدا على فكرة. إيش تعمل هذه؟ هذه تعمل عملية مقارنة ما بين اثنين two groups or more، لو عندي مجموعتين او اكثر واريد اقارن بين المحتوى تبعهم بناء على ابحاث او نتائج بحث معينه، فاستطيع اني اعمل كرييت فروم جروبس. هذه مهمه متى؟ على سبيل المثال اذا كان عندك، اذا تعمل ليتريتشر ريفيو وتريد تطلع نتائج معينه، او تريد تعمل ستاتستكس معين، تستطيع عن طريق المقارنه ما بين مجموعتين بحثيتين عن طريق هذه الميزة، فنأخذها بشكل عملي. وفي عندي أيضا استطيع أعمل لها editing وأعمل لها rename للجروبس، أسميها بما يتناسب مع البحث الموجود تبعي. وفي عندي group set. group set هذه المظلة الرئيسية اللي حجمع داخلها كل المجموعات الفرعية من أجل تكون الجروبس مرتبة عندي. تخيلوا معي إنه الاند نوت يعطيك إمكانية أن تنشئ 5000 مجموعة رئيسية، وتستطيع أن تنشئ أيضا 5000 groups تحت ال groups هذه الموجودة. طيب خلونا نأخذ مثال عملي على library groups في الاند نوت. لاحظوا معي
طبعا انا مجموعه حقي موجوده هنا بس انا مصغر لها. احنا بالنسبه لنا سنتعامل مع الريسنتلي ادد، هذه اللي بحثنا عليها. خلوني ابدا انشئ كاستم جروب من جروب جروبس، بروح انشئ جروب الجروب العادي. انا اريد انشئ جروب، حسمي الجروب هذه عباره عن سوشي، اسمي انا ان جنرال مثلا سوشي ان جنرال. سميت الجروب هذا، هذا الجروب موجود هنا، انشاته بشكل يدوي وانتشأ لي موجود فين؟ موجود بشكل يدوي هنا. دقيقه بس ديليت جروب ماي جروبس. طيب جروبس كرييت جروب، طبعا ممكن تنشئه في المكان الذي ترغب فيه، ممكن تنشئه في اي مكان ترغب فيه. طيب انا بحطه في هذا المكان اسهل الوصول اليه، بعدين بنعمل له جروب اخر اسميه سوشي ان جنرال. هذا الجروب اللي انشاته. الان اريد كل المصادر البحثيه التي استوردتها الان انقلها الى هذا الجروب. استطيع اني احدد بعض منها او احددها كلها. كيف احددها كلها؟ اما اعمل كنترول A زي الوورد، او استطيع اني اروح الى edit واعمل select all. بعد ما اعمل select all استطيع اني اسحبها drag and drop كذا من داخل الجنرال جروب، الجروب اللي انشاتها الكاستم جروب، او استطيع انه من الجروب اروح اقول add reference to واضيفه الى الجروب اللي انشاتها انا هنا سوشي ان جنرال. اروح انقلها هنا. لاحظوا معي بانه هذه السوشي ان جنرال اصبحت كل المصادر البحثيه اللي قمنا بالبحث عنها موجوده في السوشي ان جنرال. اوكي، هذه تسمى كاستم جروب، انشاتها انا ونقلت الريفرنس الى داخلها انا. النوع الثاني من الجروب يسمى سمارت جروب. لاحظوا معي هذا السمارت جروب. لنفترض جدلا انه انا اريد ان انشئ جروب حسميه سوشي دومينز. مثلا يوجد الكثير، مثلا على سبيل الافتراض عندي سب كاتيجوري من السوشي اسمه سوشي دومينز، انه الكثير من الابحاث تبحث عن السوشي دومينز. فاروح اسمي الجروب كذا واروح ايش اعمل؟ اقول له حط لي اي فيلد وابحث لي عن اي عباره فيها سوشي دومين. اي عباره، يعني اي مرجع من هذه المراجع او الليبراري ريكورد، اي ليبراري ريكورد في هذه الكلمه سوشي دومين، سواء في العنوان في الابستراكت في المحتوى، روح اسحبه بشكل مباشر وحطه في الجروب هذا اللي اريد انشئه واقول له كرييت. لاحظوا معي بانه انشا هنا، انشا سمارت جروب واوجد بشكل اوتوماتيكلي داخلها 138 مصدر او مرجع تحتوي على سوشي دومينز. هذا النوع الثاني من الجروبس اللي يسمى سمارت جروبس. النوع الثالث قلنا اللي يسمى كرييت فروم جروبس. هذا لما اعمل عمليه مقارنه، مثلا اشتري انشئ المجموعه الثالثه التي تحتوي على كل المصادر البحثيه ولكن لا تشتمل على الكلمه يعني لا يوجد فيها سوشي دومينز، بمعنى حسميها not sushi domains. اروح اختار السوشي ان جنرال. طبعا الميزه في الكرييت فروم جروبس ان عندها كونكتور او البوليوم او الادوات المنطقيه هذه، تستطيع تقول له اند او اور او نوت. مثلا انا بقول له نوت من الجروب الدومينز، ايش بيعمل هنا؟ بينشئ لي جروب جديد هذا اسمه نوت سوشي دومينز، وبيروح يحط فيه كل ما هو موجود داخل السوشي ان جنرال وغير موجود داخل السوشي دومين. اقول له كرييت. لاحظوا معي هذا الجروب اللي انشاها اللي تسمى الكمبريجن، اللي استطعنا نحن نقارن ما بين مجموعتين او اكثر. الان بعد ما انشات المجموعات هذه 1 2 3، انا اريد احطها في مجموعه رئيسيه واحده عندي زي هذه مثلا SLR group my group وهكذا. اروح من على اساس تكون مثلا اسميه PhD research، اسميها الموضوع العام تبعي،
فأنشئ من هنا أروح أنشئ ما يسمى بالجروب سيت. حنشئ جروب سيت وحسميها سوشي. هذه الكلمة البحثية الدلالة. ممكن تكتب هنا التوبك تبعك، الكلمات الرئيسية اللي تحتمل فيها كل المجموعات الفرعية. هذه السوشي، وأروح أسحب كل المجموعات إلى داخل الجروب سيت هذه. لاحظوا معي الآن إيش ظهرت عندي الجروب سيت هذه موجودة تبعي، موجود فيها جروبس وسب جروبس، عندي كاستم جروب، عندي سمارت جروب، وعندي الكريت فروم جروبس. هذه طريقة التعامل مع الجروب. استطيع طبعا أتحكم في الجروبس هذه، استطيع مثلا هذه الجروب أعيد تسميتها من هنا، أعمل لها مثلا رينيم جروب. استطيع أعيد تسمية الجروب الرئيسية هذه السوشي من هنا رينيم جروب سيت. استطيع اتحكم بالمعايير حق هذه مره ثانيه، اعمل ايديت جروب مثلا، اعمل لها اضيف مجموعه اخرى، اغير اسمها وهكذا. فالتعامل مع الجروب هنا سهل جدا، واستيراد الاستيراد المصادر البحثيه وترتيبها داخل الجروب مهم جدا. في البدايه يبتني معك البحث العلمي حتى يصبح بالمئات الريفرنسز، اذا رتبت امورك من البدايه الرجوع اليها والوصول لها يكون سهل جدا. طيب كده احنا خلصنا الليبراري جروبس، الان نروح للباك اب. لاحظوا معي انشانا الليبراري، بحثنا عن المصادر البحثيه باكثر من طريقه، رتبنا المصادر البحثيه الموجوده لدينا في مجموعات بحثيه. الان مهم جدا نعمل باك اب. الباك اب هذا ميزته انه لو حصل كراش، لو حصلت مشكله، لو حصل كذا، يكون عندي باك اب استطيع اني اعود لها. أو حتى حصلت مشكلة في الإند نوت، في طرق معينة تستطيع أنك تحول الريفرنس تبعك إلى ريفرنس أخرى، مثلا تحويل الريفرنس تبعك من الإند نوت إلى اللاتكس، تستطيع أنك تقوم بذلك. طيب الباك أب عندي طريقتين، إما أعمل كومبريس باك أب أو أعمل أن كومبريس باك أب، والفرق بينهن واضح من خلال الحجم. الكومبريس باك أب يعمل لي نسخة حجمها مضغوط ويحفظها بملف واحد اللي هو بامتداد DNL، ويظهر كأنه ملف واحد وهو داخله أساساً الملفين. والنسخة النوع الثاني اللي هو Uncompressed Backup يحفظ لي اللايبراري بنوعين من الملفات بامتداد DNL وبامتداد Data. هذا الباك أب. خلونا نأخذ مثال عملي على الباك أب. هذا الإندنوت الموجود عندي، ايش أعمل أنا باك أب للجروب هذه الموجودة تبعي؟ بروح من الفايل، اروح اقول له كومبريست لايبراري، اضغط على كومبريست لايبراري. طبعا لاحظوا الميزه هنا ايش، انا عندي جروب كثيره لانه هذه المكتبه تبعي، فمشيش اعمل باك اب لها كلها، اروح اخذ فقط السوشي اللي انشاناها الان، الجروب سيت اللي انشاناها الان، احددها واقول له نكست، واعمل له ايش باك اب. استطيع اني اعمل انشئها واخليه يرسلها الى ايميل معين وهكذا. هذا النوع الاول. طبعا انا ما بعملش لانه بياخذ وقت، لما اعمل كومبريسنج ياخذ وقت، واحنا ما نريد ان نهدر الوقت هنا. هذا النوع الاول من الباك اب. النوع الثاني اني ما اعملش كومبريس باك اب، وانما اعمل سيف ا كوبي. اعمل سيف ا كوبي، مثلا اعطيها اسم معين، مثلا يمن ستودنتس يونان ماليشيا، اسميها هذا الاسم واحطها في الديسكتوب تبعي هنا، واقول له ايش سيف. لاحظوا معي انه في الديسكتوب تبعي بيروح يحفظ لي ملفين، هذا الملف الاول والملف الثاني بامتداد ENL، لم يظهر الان لانه ما اكتملت عمليه الحفظ. اول ما تكتمل عمليه الحفظ يظهر الملف الاخر هنا، بيكون موجود تحته او بيظهر هنا شويه وبيظهر الملف الاخر. هذا هو بدا يظهر، هذا الملف الاخر، هذا الملف الاول، وهذه الملفين، هذا الداتا وهذا الENL، هذا المستودع لكل ما يخص بالريفرنسز تبعك، وهذا الوصول اليه عن طريق الاند نوت. طيب كذا نكون خلصنا عمليه الباك اب، سهله وبسيطه جدا. هذا ما اقصد باليوزر فريندلي بالنسبه للاند نوت. الان صارت عندي المراجع، اوكي، بحثت، انشات مكتبه، بحثت عن المصادر البحثيه، رتبتهم في جروبس، عملت لهم باك اب. اريد ابحث عن النص بالكامل، بمعنى انه ما هو موجود لدي الان عباره عن sources او library records. قل لي انا اشيل full text، اريد ابحث عن النص بالكامل.
موجوده معي الريفرنسز، اريد ابحث عن الدوكيومنتس المصاحبه لها. كيف ابحث عن الدوكيومنتس المصاحبه لها؟ طبعا قبل ما ابحث انا احتاج اعمل سيتنج. ليش؟ لانه اذا عملت عمليه البحث بدون سيتنج بروح ابحث لي عن الافيلبل سورسز اونلاين، بيروح ابحث عنهم يجيبهم لك. لكن لو تريد تعمل اكسس، مثلا جامعتنا احنا مثلا عندها داتابيس وعندهم ايزد بروكسي، استطيع اضيف الايزد بروكسي هنا في البريفرنسز في الفول تكست، فايند فول تكست بريفرنسز، اعيد ضبطه بحيث انه يعمل ربط مع المكتبه حق الجامعه تبعي اذا عندي مثلا الاكسس، وبحيث انه ينزل للريسورسز اللي الجامعه تبعي مشتركه فيها. هذه واحده من مزايا الاند نوت. هذه نقطه. النقطه الثانيه انه اذا الجامعه نفسها، في بعض الجامعات عندها ريسورسز خاصه فيها، عندها سيرفر، بعض الجامعات عندهم سيرفرات وفي عندهم SFX files أو URL للسيرفر، هذا عبارة عن ريموت سيرفر يسمحوا للباحثين مثلاً أنهم يصلوا إليه. إذا استطعت الحصول على هذا الريموت سيرفر، الـ URL حق الريموت سيرفر، تستطيع تضبطه عندك في الـ EndNote بحيث أنه مستقبلاً تبحث عن أي سورس والجامعة موجودة داخل السيرفر تبع هذا السورس، تستطيع أن تصل إليه مباشرةً. وهنا ينصح في النقطة هذه بالذات بالعودة إلى المختص المكتبة الموجود في جامعتك من أجل زودك في هذا الـ URL. طيب نأخذ مثال عملي كيف تتم عملية البحث عن النص الـ document بالكامل. لاحظوا معي هنا هذه الـ resources الموجودة تبعي، في عندي أكثر من 649 resource. الآن لاحظوا معي هذا السورس موجود عندي. لو جيت هنا طبعا تستطيع انك تعمل كستمايزيشن للالواح هذه، من هنا تستطيع تعمل كستمايزيشن، تستطيع انك تعمل هذه اوف ما تظهرش بالكامل، بعض اللوائح البانلز تستطيع انك تظهرها ايضا وهكذا. لاحظ مع انه هذا الريفرنس موجود فيه كل التفاصيل هنا، كل تفاصيله موجوده، تفاصيل كثيره، وموجود فيه هنا شكله بناء على الستايل المحدد سلفا، وموجود ولكن مش موجود الاتاتشمنت. الان كيف ابحث عن الفول تكست؟ طبعا تستطيع انك تضلل الكل وتروح تعمل عمليه بحث. قبل ما تعمل عمليه بحث خلونا نشوف كيف نعمل عمليه الضبط للتكست هذا. فنروح للبريفرنسز هنا فايند فول تكست، هنا استطيع اني احط اليو ار ال تبع الريموت سيرفر تبع الجامعه تبعي. من اين احصل على هذا اليو ار ال؟ تاخذه من المختص حق الجامعة إذا كان موجود لديك. وهنا أستطيع أحط authentication URL، مثلا أنا حطيت هنا ezproxy.upm.edu.my، الجامعة تبعنا عندهم ezproxy اللي يوفر لنا مثلا الوصول إلى سكوبس وإلى الكثير من الداتابيس الموجودة. تستطيع أن تحط ezproxy تبع الجامعة حقك اللي يربطك مع الداتابيس scientific database، تحطه هنا. أول ما تحطه طبعا بيطلب منك الأول مرة فقط اليوزر نيم والباسورد تبعك، يعمل لك access وينشئ معك. قبل ما تعمل find full text، هذه النقطة مهمة، تعملها هذه الحركتين من أجل يعطيك أكبر عدد ممكن من السورسز أو البي دي اف. ما تروح، شوفوا ميزة الاند نوت أنه يختصر المجهود. خلونا نأخذ هنا فقط 10 ريفرنسات، بأخذ من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، أضغط shift وأضغط هنا shift وأضغط في الريفرنس العاشر، يظل لي 10 ريفرنسات. إما استطاع أعمل يمين وأقول له find full text، أو استطيع إنه من edit هنا استطيع أقول له إيش find full text edit أو tools find full text هنا موجودة، وبعدين أقول له إيش find full text. الآن بيروح يبحث عن إيش، أحدد له، أنا ممكن أحدد الكل بس عشان وقت البحث، أحدد الكل، بيروح إيش يعمل عملية البحث عن كل بي دي اف أو عن كل سورس خاص بال library records المخزونة سلفا والموجودة لديك مسبقا. لاحظوا معي الآن قام بعملية البحث. طبعا اول مره بس لانه انا قد عملت الضبط، ولو اول مره يظهر لك مثلا عندي يظهر لي
UBM authorization is a proxy website. تعمل له أوكي، تدخل اليوزر نيم والباسورد. يساعدك إذا تريد أن تحصل على سورس، مثلاً في بعض السورسز في ساينس دايركت أو في سكوبس غير متاحة، لكن لو ربطت الإند نوت حقك باللايبراري تبع الجامعة تبعك إذا هي مشتركة تستطيع أنك تعمل لها إمبورت مباشرة. الآن أعتقد خلص. لاحظوا معي إنه هنا find full text، لاحظوا في معي فولدر خاص بال find full text، راح جاب لي الفول تكست هنا، جاب لي ما زالت عملية البحث مستمرة، ما زالت عملية البحث هنا يقول لي searching الفاوند بي دي اف 3 واللي ما حصلهم 5 وما زالت عملية البحث مستمرة، ننتظر لما يخلص العشرة. طيب خلص الآن 5 6 7 8 باقي 2، باقي 2 sources. طيب على كل حال هنا في هذا الملف find full text يروح يجيب لي found pdf. لاحظوا معي هنا وجد السورسز اللي موجودة فيها pdf. إذا جيت هنا هذا البي دي اف اللي حصلهم، لاحظوا معي هذا الريكوردز وهذا البي دي اف، من قبل ما كان موجود البي دي اف الان موجود، اظهر لي البي دي اف الخاص بالريفرنس الاول، البي دي اف الخاص بالريفرنس الثاني، البي دي اف الخاص بالريفرنس الثالث، جابهم وربطهم يعني جابهم عندك مباشره. الان اللي ما وجدهم ايش يروح يعمل؟ يروح يحطهم هنا ويعطيك يسهل لك من المهمه البحثيه لديك، هنا في الريفرنس يروح يجيب لك المعلومات عنهم. وبتحصل هنا موجود تحت في الأخير اللينك، هذا اليو آر إل الذي إذا ضغطت عليه حيوديك لفين؟ حيوديك إلى الويب سايت أو الداتابيس أو الجورنال الموجود فيها من؟ الموجود فيها هذا موجودة في الويب أوف ساينس عشان كده ما شافهاش. الموجود فيها الجورنال الموجودة، هذه موجودة في الويب أوف ساينس، تحتاج تكون مشترك حتى إنه يبحث لك هذا السورس. أنا طبعاً حاطط الضبط عندي على اليو بي ام اي زد بروكسي، اللي بيحطوا على اليو ام بينزل لهم حتى حق الويب اوف ساينس لانه اليو ام مشتركه تقريبا، بعض الجامعات البحثيه مشتركه وبعضها لا. طيب اذا مش مشترك، احنا قلنا في الجزء الاول من الادوات البحثيه بانه الكازاخستانيين والروسيين قد وفروا لنا خيارات اخرى ليست ليجل، ولا انصحكم ولا اشجعكم على ذلك، وانما اروي معلومه بحثيه موجوده افيلبل ايفريوير. طيب هذه عملية البحث عن السورسز عن الفول تكست. خلونا ننتقل الآن إلى البي دي اف امبورتنج. الآن أيوة بحثت أنا عن المراجع البحثية هذه وراح جاب لي المصادر أو البي دي اف، راح جاب لي البي دي افس المتاحة أونلاين وربطها جاهزة عندي. طيب اللي مش موجودة أنا أحتاج أعمل لها امبورت، ممكن أروح أنزلها بطريقة أو بأخرى، أروح أنزل هذه الأبحاث وأريد أني أعمل لها import كبي دي اف إلى الاند نوت تبعي. طبعا عندي طريقتين، أستطيع أني أعمل import single بي دي اف، إذا كان بي دي اف لحاله أستطيع أني أعمله import. طبعا الاند نوت تستخدم الميتا داتا، إذا عندك البي دي اف إذا عملت البي دي اف إذا عمل import للبي دي اف يروح يتفحص الميتا داتا تبع البي دي اف هذه والدي او اي نمبرز تبع الارتكل هذه الموجوده ومع الصفحتين الرئيسيتين الاولى، وبعدين يروح يتفحص اذا هذا البي دي اف موجود عندك كليبراري ريكورد يروح يطبقه مع الموجود، واذا ما هوش موجود عندك يروح ينشئ ليبراري ريكورد، ينشئ ريفرنس جديد يعني ينشئ ريكورد جديد لك ويحط لك البي دي اف هذا. هذا بالنسبة للسنجل بي دي اف. بالنسبة للجروب الفولدر يعني أنا جمعت 10 20 whatever
جمعت الريفرنس البي دي اف تبعي كلها في فولدر او حتى في فولدر وداخله سب فولدر وداخله مجموعه من البي دي افس استطيع اعمل لها امبورت بضغطه زر الى داخل الاند نوت. كيف يتم ذلك؟ لاحظوا معي هنا انه على سبيل المثال خلونا مثلا ناخذ مثال مثال انا اشعمل امبورت لبيبر معينه هذا عنوانها مثلا هذه بيبر معينه هذا عنوانها استطيع باكثر من طريقه اما الضغط على الاتاتشمنت هذا عشان اعمل امبورت البي دي اف او استطيع انه من امبورت استطيع اعمل فايل اضغط على فايل اروح اعمل تشوز اروح اختار من الديسكتوب مثلا اختار البي دي اف اذا هو موجود عندي هذا البي دي اف مثلا واعمل له ايش اوكي واعمل له ايش امبورت حدد انه بي دي اف واعمل له ايش امبورت لاحظوا معي انه عمل امبورت لا نسختين لانه موجود عندي من قبل اساسا عمل امبورت لهذا البي دي اف استطيع الان البي دي اف هذا الموجود عندي اني اتحكم فيه باكثر من ميزه وموجود هنا في كل المعلومات الخاصه بهذا البي دي اف. طيب اذا عندي اعمل امبورت لفولدر من نفس المكان فايل واروح اعمل امبورت واعمل ايش الفولدر وبروح اختار من هنا تشوز اختار الفولدر الموجود مثلا انا اريد اعمل مثلا هذا داتا سكرين هذا الفولدر او هذا تمبرري فولدر داخله سب فولدر حقول له اوكي واضغط هنا اقول له انكلود سب فولدر واقول له اذا اريد انه هذه البي دي اف اللي انشاها مثلا انا معي 20 مصدر او 20 ورقه علميه عن موضوع معين بروح مرت موجوده عندي في فايل اروح اعمل لها استيراد وانشئ لها جروب واعطيها اسم معين او انشئ لها اسم وبعدين اقول له ايش امبورت روح انشئ هذه وانشئ لها مجموعه عمليه بسيطه وسهله جدا بالنسبه لي عمليه استيراد البي دي اف اذا تريد انك تستورده كسنجل بي دي اف او فولدر. طيب الان نتحدث البي دي اف موجود عندك الان تبدا بعمليه القراءه تستطيع ان تبدا بعمليه القراءه البحثيه داخل الاند نوت عندك اذا عملت مثلا اللي هو في مرحله الليترشر ريفيو او يريد يعمل سيستماتيك للليترشر ريفيو الاند نوت يوفر عليك مجهود كبير بعد ما تضبط الريسيرش تيرم الموجوده تبعك وتبحث عن المصادر وترتبهم وتضيف الفول تكست وتربطهم مع المصادر تبدا تقرا بالراحه. هذا مثلا ملف موجود عندي استطيع اني اقراه سواء افتحه بالاكروبات اذا هو مربوط عندك او الاند نوت عنده قارئ خاص فيه يستطيع يقرا ملفات البي دي اف. تفتح البي دي اف هذه استطيع اني اعمل لها عمليه انوتيشن مثلا اريد اظلل العنوان على سبيل المثال اعمل تظليل كذا العنوان او الكلمات البحثيه المهمه او البروبلم ستيتمنت او استطيع انه ايش استطيع اني استفيد من الانوتيشن او المزايا الخاصه في الاند نوت هذه استطيع اني اعمل خط تحت الاشياء المهمه استطيع اني اعمل نقد تحت المعلومات التي لا اريدها مثلا استطيع اني اضيف نوتس معينه وهذه على فكره بعض الاشياء بسيطه او تفاصيل لكن التفاصيل احيانا مهمه مثلا النوتس هذه طبعا استفدت منها بشكل كبير جدا لما طلعت بالتاكسونومي في البيبر هذه لاحظوا معي هذه البيبر المفتوحه امامكم هذه منشوره Q1 في IEEE اكسس عملت لها تاكسونومي هذه التاكسونومي موجوده في الان هذه نفسها موجوده هنا عندي في موجوده عندي في الاند نوت وين الاند نوت هذا الاند نوت موجود عفوا
مفتوحة سلفاً. طيب التاكسونومي هذه موجودة عندي على أي حال في الإند نوت، استطعت أني أقسمها في الأول مرحلة من المراحل، ما استخدمش الجروب لكن الجروب أفضل، استطعت أني أقسمها عن طريق الإند نوت، كنت أفتح كل بي دي إف وأكتب أضيف النوت هذه، وأضيف في النوت هذه عبارة معينة، تقسيم معين، كاتيجوري معين لهذه البيبر، وبعدين بالأخير تصنفهم وتعمل لهم كلاسيفيكيشن بطريقة معينة، مثلا interesting article تضيفها وتحفظها عندك. لو قفلتها الآن yes تحفظها عندك، إذا رجعت لها مستقبلا مثلا ترجع لها مستقبلا إلى هنا، تفتح فقط هذا الانوتيت تعرف ايش صنفتها انت ولا ايش قلت لها، وبعدين تستطيع انك تضيفها الى الجروبس التي تريد ان تضيفها الى هذه الجروب. هذه مزايا وتفاصيل مهمه جدا للباحث، تستطيع من داخل الاند نوت تبعك ان تقوم بعمليه القراءه وعمليه التلخيص. طبعا في ريفرنس مانجرز اخرى زي الكيكا لديه مزايا يعني افضل بكثير تتعلق في مثل هذه التفاصيل، لكن ليس هنا مجال ذكره، أنصح الباحث اللي عاد مبتدئ أنه يأخذ نظرة فيه. لكن الإندنوت يعطيك أيضاً هذا النوع من المزايا. هذا بالنسبة للأنوتيشن. طيب ننتقل الآن إلى الدوبلوكيتس. طيب وأنا أبحث، لاحظوا معي لما أعمل عملية بحث أحياناً أنا أبحث في جوجل سكولر، وأبحث في أتربل إي إكسبلورر، وابحث في سكوبس، وابحث في ساينت ايرك، احيانا يكون في تكرار، لانه خاصه لو بحثت في ويب اوف ساينس وبحثت في سكوبس، احيانا كثير من المجلات اللي هي ويب اوف ساينس هي اصلا ايضا سكوبس والعكس. فايش اللي يصير؟ يكون في تكرار لبعض المصادر وانا ابحث، يكون موجود عندي مرتين او اكثر. فكيف ابحث عن الدوبليكيتس؟ هذا مهم جدا اني ابحث عن الدوبليكيت. طبعا الاند نوت باي ديفولت يروح يبحث عن الأوثر والير والتايتلز ما أجي يطلع لك الدوبلوكيت، لكن تستطيع أنت من عملية الضبط أنك تضيف معايير معينة في الريفرنس تايب مثلاً أو في غيره من أجل عملية البحث عن الدوبلوكيت. فكيف أعمل عملية الدوبلوكيت؟ أستطيع أعمل عملية الدوبلوكيت بالطريقة التالية. خلونا نأخذ مثال عملي. لاحظوا معي، أستطيع أنا أحدد كل مثلاً أشياء أبحث عن الدوبلوكيت في كل الريفرنسز، أضغط على all هنا في الفولدر هذا all references، وأروح من الريفرنسز هنا أبحث عن إيش؟ عن ال find duplicate، عفواً من ال file أستطيع عن طريق الريفرنس أبحث عن إيش؟ عن الدوبلوكيتس. فين موجودة؟ copy email file attach، عفواً هذه موجودة هنا تحت find duplicates، أضغط عليها يروح يبحث لي عن إيش؟ عن كل الريفرنس اللي فيها دوبلوكيت، ويطلع لي الوزارد هذا. الوزارد هذا إيش يعمل؟ يجيب لي الريفرنس الأصلي هنا على الجهة اليسرى هنا، عارف هذه اللي أشرها في الماوس، وهذا الكوبي منه، هذا الأصلي وهذا المكرر منه، وبعدين يعطيك الخيار من تريد أن تحفظ، هل تريد تحفظ الأصلي الموجود معك ولا وتتجاهل الثاني، ولا تريد تحفظ الحديث المكرر وتتجاهل القديم. في أيضا مثلا أنا أريد أحفظ هنا الأصلي، خلاص حفظ الأصل. الآن وجدت في معي دوبلكيت ثاني أيضا، يعطيك هذا الخيار، يقول لك مثلا أستطيع أنه مثلا إذا في بعض أستطيع أنه أعبي بعض الفيلدات من الريفرنس آخر مثلا. خلونا نشوف إيش في من اختلاف في هذا وهذا، متشابه هذا بشكل كبير، إيش الفرق؟ أنا مش عارف. مثلا على سبيل المثال في معلومة هنا معينة موجودة في هنا أريد أني أنسخها، مش موجودة هنا أروح إيش أضيفها. ففي إمكانية وفي مرونة في تحديث
البيانات حق الليبراري ريكوردز هنا موجودة، واستطيع اني احفظ الجديد مثلا، او استطيع اعمل سكيب. اذا عملت سكيب مثلا سكيب خلاص، اذا عملت سكيب يروح يعمل لي هايلايت فقط، عفوا اذا عملت كنسل، اذا عملت كنسل يعني ما شيش يعمل لي مقارنة، يروح يطلع لي كل الريكوردز وعامل لهم هايلايت. لاحظوا مع انهم بلون مختلف، هذا عامل لهم كلهم هايلايت، لو هؤلاء هم عامل لهم هايلايت، هؤلاء الدوبلوكيتس، هؤلاء موجودة كل واحد منهم موجود مرتين. طبعا نعمل هايلايت للريسنت دوبلوكيت ليبراري ريكوردز، يعني المصادر اللي تكررت بشكل مؤخر يعمل لهم ايش، يعمل لهم هايلايت. تستطيع انك ايش تعمل لها حذف، كيف تحذفها؟ اما تعمل يمين وتقول موف ريفرنسز تو تراش، او من الريفرنسز تضغط على ريفرنسز تقول موف ريفرنسز تو تراش، قول اوكي، وبضغطه زر واحده تكون تخلصت من كل اللايبراري ريكوردز المكرره لديك. هكذا نبحث عن ايش الدوبلوكيتس. طيب خلونا نستمر، اتمنى ان المعنويه. طبعا استطيع انه مثلا على سبيل المثال ما اريد انا ابحث في كل اللايبراري، فقط انا اريد ابحث في الفولدر اللي انشانا احنا هذا سوشي، استطيع اضغط عليه واروح اقول له ايش، اروح اقول له من اليمين find duplicates، يروح يبحث لي عن duplicate في هذا الملف الذي انشأناه، واقول له يحدد لي بالضبط في هذا الملف ايش الduplicates. لاحظوا معي انه كم وجد، وجد 2 duplicates، استطيع اني ايش اعمل له move reference to trash، يقوم بحذفهم. طيب نستمر، قد احنا اوشكنا على النهاية، صبرنا الكثير، باقي معنا القليل. كم باقي معنا؟ الأخ رمزي يقول لي ساعتين، طبعاً أنا أشوف ساعتين كثير، تباقي خمس دقائق على الساعتين يا دكتور. أيوة، ولكن خلاص أنت قلت لي ساعتين أو ساعتين ونص، صح ولا لا؟ أنا مع الأسئلة، أنا باقي أسئلة يعني بحاول أن أنا ما أخذ لا ساعتين ولا ساعتين ونص، ما بينهما، بحاول أتصل لأنه باقي نقطة مهمة هنا جدا لي سايت وإلي ورايت. طيب الآن الأبديتس، المقصود في الابديتس ايش يا شباب؟ المقصود في الابديتس، هذه نقطه مهمه جدا، انا واجهتني هذه المشكله متى في الاند نوت، قبل اسبوع قبلت لي ورقه علميه في ابلايد ساينس ام دي بي اي ببلشر وهي Q2، وما اتعبني في عمليه الريفيو للبيبر مثل موضوع ترتيب الريفرنسز، والسبب في ذلك انه احيانا كنت اعمل امبورت لريفرنسز في وقت مبكر، ففي الغالب اول ما تظهر نسخه من الريفرنس بشكل اولي تكون متاحه اونلاين وتتحدث من بعد، وما كنتش عارف ان في ميزه اسمها ابديت ريفرنسز، فبعض الريفرنسز موجوده عندي من عام 2016 2015 2017 ما فيهاش ابديت، فيجي المراجع او الاسيستنت اديتور حق السكرتاري تبع المجله يقول المصدر الفلاني في مشكله، المصدر الفلاني جيب لنا في الدي او اي، جيب لنا في البيج نمبر، جيب لنا في مش عارف ايش. فهذه نقطه مهمه ان الباحث يشيك على هذه الميزه ويستخدمها، خاصه قبل تسليمه للمجله او ما بين كل فتره وفتره، خاصه اذا معه مصادر بحثيه قديمه. ففكرتها الرئيسيه انه ايش يعمل، يروح يعمل ابديت للستايل او الريفرنس الموجود تبعك، هذه المعلومات الموجوده هنا، بحيث لما تعمل له سايت للوورد يكون مرتب ومحدث. كيف تعمل؟ مثلا هذا الريكورد الموجود عندي رقم 2020 عاد انا عملت له، لو شتي احدثه او هذا حتى اللي بعده، لو طبعا لو شتي اضلل تو ريكوردز في نفس الوقت، اعمل كنترول واضلل الريكورد اللي موجود تحت واروح الى الريفرنس واروح اقول له ابديت. فين ابديت؟ شوفوا معي ابديت، هذه ابديت موجوده، فايند ريفرنس ابديت، اضغط عليها يروح يبحث لي عن نفس الريفرنس بس يعمل ابديت لبيانات الريفرنس الموجوده تبعه. راح جاب لي الابديت وجاب لي الخيار اني اريد اعمل اضافه للجديد
ولا أبقى القديم ولا أنسخ من الجديد للقديم ولا أنسخ من القديم للجديد. لاحظوا معي هذا مثلا هنا موجود English language English، هنا مش موجود language، أضيفها هنا أنسخها وأضيفها أو أكتبها بشكل مباشر هنا. عفوا هنا ما يسمحش بعملية النسخ، يسمح بعملية النسخ لما أعمل عملية البحث عن الدوبلوكيت. هنا يعطيني نفسه هذا القديم وهذا الجديد وأنت اختر ما تريد منهما. فبعد ما تعمل عملية مراجعة تختار الأنسب لك، تقول له أوكي ولا سكيب ولا سيف ولا تختار الخيار المناسب لك. هذا بالنسبة لعملية إيش؟ بالنسبة لعملية الأبديت للنيو ريفرنس. طيب ننتقل اللي بعده، اللايبراري شيرنج. طبعا من اهم المزايا الموجوده في الاند نوت الاخير اللي هو عمليه الشيرنج. استطيع بعد ما انشا المكتبه تبعي انه اذا معي، اذا انا استخدم البحث التعاوني او التشاركي او معي ورقه علميه اشتغل فيها انا وشخص اخر، استطيع اعمل شيرنج للريفرنسز الموجوده تبعي. طبعا النسخ القديمه من الاند نوت كان فيها بعض المشاكل في هذه الميزه بالذات. النسخه الاخيره اند نوت اكس 9 يعني عدلت وطورت بشكل كبير. إذا كنت أنا مشرف وعندي طلاب في مجموعة بحثية متشابهة أستطيع أن أعمل شير للريفرنسز الموجودة عندي وهكذا. الشاهد أنه إيش؟ أستطيع أن أعمل شيرينج لللايبراري الموجودة تبعي. لكن قبل الشيرينج خلونا نتحدث عن السينكرونيزيشن. قبل بعمل شير للآخرين كيف أعمل شير لنفسي أنا؟ مثلا أنا عندي جهاز في المعمل تبعي في اللاب في الجامعة، وعندي الجهاز تبعي في اللابتوب في البيت، وأريد أشتغل في الجامعة وأريد أشتغل في البيت على نفس اللايبراري الموجودة عندي. فأنا مهم أعمل سينكرونيزيشن من أجل أنه أستطيع أني أعمل أكسس للديسكتوب. طبعا تقريبا يسمح لك ثلاثة، إذا عندك ثلاثة أجهزة ديسكتوب تستطيع أنك تعمل مزامنة كديسكتوب وتعمل لها مزامنة مع الأونلاين وتوصل لها من أي مكان، تدخله باليوزر نيم والباسورد تبعك أو من الديسكتوب إذا الاند نوت محمل تبعك. فكيف نعمل سينكرونايز؟ طبعا من تورس نعمل سينكرونايز، عملية بسيطة وسهلة جدا. بعد ما اعمل سينكرونايز لأول مرة الاند نوت بشكل اوتوماتيكلي كل 15 ثانية يروح يتفحص إذا في ريفرنس جديد أو أي شيء جديد في اللايبراري الموجودة تبعي، يروح يعمل لها سينكرونايزيشن مع الاند نوت أونلاين ومع المكتبات اللي سينك معك موجودة في الجهاز الآخر. مثلا إذا رحت الجهاز الجديد أروح أفتح المكتبة تبعي وبعدين أعمل إيش؟ سينكرونيزيشن. خلونا نأخذها بشكل عملي هنا في الاند نوت بشكل سريع. هذه المكتبة الموجودة تبعي، مثلا أنا أنشأت هذه المجموعة اللي هي سوشي. أروح من التول أقول له أعمل إيش؟ سينكرونيزيشن. بس انا اخشى انه اعمل لي، انا جايب اكزامبل ما اريد اعمل له سينكرونيزيشن مع اللايبراري تبعي، لكن خلونا نعمل هذه ربما اصغر تول. اروح اعمل سينكرونيزيشن، اقول له سينك. اول ما اضغط سينك يروح يعمل ايش؟ يعمل سينكرونيزيشن. لاحظوا معي راح اعمل سينكرونيزيشن معي انا اكثر من 600 او 800 مرجع، بروح اعمل سينكرونايزيشن مع الكل. لكن هكذا تتم عمليه السينكرونايزيشن. بعدها مباشره اذا رحت الجهاز الاخر، اول ما اروح اعمل في الجهاز الثاني اروح اعمل فايل وانشئ مكتبه جديده نيو لايبراري. بعد ما انشئ مكتبه جديده، على افتراض ان هذه المكتبه الجديده التي انشئت، اروح من التول واعمل سينك وبيروح ينزل لي كل الريفرنسز اللي كانت موجوده على الديسكتوب الموجود الآخر. طبعا استطيع عمل حتى سينكرونيزيشن ايضا اونلاين، سينكرونيزيشن اونلاين من هنا اند نوت اونلاين. استطيع اروح الى ماي ريفرنسز اورجنايز واروح الى مانج ماي جروبس، واستطيع من هنا اني اعمل شيرنج وسينكرونيزيشن. طيب هذه بنرجع للشيرنج، هذه بنرجع لهذه المعلومه حق الشيرنج. خلونا فقط نكمل السينكرونيزيشن. السينكرونيزيشن عملية سهلة جدا، بضغط الزر واحدة من
من تول اعمل سينكرونايزيشن، اعمل عمليه ايش؟ مزامنه. مزامنه بمعنى انه يعمل عمليه مزامنه ما بين الاونلاين اند نوت وما بين الديسكتوب الموجود تبعي، او اذا عندي ديسكتوب ايضا اخر في مكان اخر. من ضمن المزايا ايضا الجروب شيرنج. الجروب شيرنج والمانوسكريبت ماتش هذه من المزايا اللي تميز بها الاند نوت اكس 9. طيب كيف اعمل الجروب شيرنج؟ طبعا الجروب شيرنج يستطيع انه يعمل شيرنج الى ما يقارب 100 اند نوت ديسكتوب يوزرز، وكل 15 دقيقه يعمل عملية مزامنة لهم. لما أعمل شيرينج مثلاً أنا باحث X باحث وفي Y باحث موجود في مكان آخر، أستطيع أعمل له شيرينج بالمكتبة الموجودة تبعي وأمنحه صلاحيات لهذه المكتبة. أستطيع أمنحه صلاحية القراءة فقط، وأستطيع أمنحه صلاحية القراءة والكتابة. إذا منحته صلاحية القراءة فقط يستطيع أعمل citation، إذا منحته صلاحية القراءة والكتابة يستطيع أنه يقوم بالكثير من المهام على المكتبة ما عدا الأشياء الثلاثة الآتية. لا يستطيع في أي حال من الأحوال في عملية الشيرنج أن يعمل إعادة تسمية المكتبة، وما يستطيع يعمل باك أب لأنه أنا الأونر موجود عندي المكتبة، ولا يستطيع أنه يعمل تعديل للشيرنج ليست، الإيميلات اللي ممكن نضيفهم للشيرنج ليست تبعي. طبعاً في ميزة اسمها Activity Feed. هذه Activity Feed اللي جربوا مثلاً جوجل دوكيومنتس، لما تعمل له شيرينج يظهر لك آخر التحديثات، من عدل على السطر الفلاني أو اللون الفلاني. هنا أيضاً الأكتيفيتي فيد يظهر لك ما يقارب من 500 ريسنت تشينج، يعني آخر 500 تغيير حصل على اللايبراري. مثلاً لو كانت اللايبراري مشتركة بين 6 باحثين مثلاً، وكل واحد يقعد يطور فيها، يضيف فيها ريفرنسي، يعدل عليها، يطور عليها، تظهر هذه الاكتيفيتيز عندك كاونر الى 500 او حتى عندهم الى 500 تشينج موجود، وهذه يعني ميزه ممتازه. لاحظوا معي انه نستطيع نعمل عمليه شيرنج من الايديت واعمل شير، واستطيع امنح صلاحيات معينه ايضا. كيف نعمل بشكل عملي؟ خلونا نروح للاند نوت نشوفها بشكل عملي. عفوا، هذا الاند نوت. كيف اعمل شير؟ مثلا انا معي المكتبه هذه تبعي، وين هي؟ فين السوشيال اللي انشأناها؟ هذه المكتبه معي، اريد اعمل لها شير، اعمل لها شير معكم، مع الاكارم الموجودين المرابطين ما شاء الله. فبروح ايش اعمل؟ بروح اعمل ايديت، وبروح اعمل شير من فايل، معذرة، من فايل بروح اعمل ايش؟ شير. بيروح يظهر لي هذه المكتبة، استطيع اني ايش؟ اضيف الايميل هنا الذي اريد اني اضيف له المكتبة، مثلا xyz@yemenistudentsunionmalaysia.org مثلا. اروح اعمل له ايش؟ شير، واعمل له انفايت. اعطيه الصلاحية، هل اعطيه قراء فقط ولا اعطيه ريد ورايت؟ استطيع اعمل له ايش؟ الصلاحيه المناسبه هنا، اروح اعمل له ايش؟ انفايت. اول ما اعمل له انفايت يوصل له ايميل الى فين؟ يوصل له ايميل الى ايميله. اول ما يفتح الايميل تبعه، اول ما يفتح الايميل بيظهر عنده اول ما يفتح الايميل من فايل من نفس المكان، اول ما يفتح الايميل عنده يفتح له الاند نوت على افتراض انه موجود عنده من نفس المكان. اذا ضغط على شير تظهر عنده اللايبراري، يستطيع انه ايش؟ يستخدمها بشكل مباشر. طيب في نقطة مهمة أريد أضيفها لكم هنا. أيوة، لاحظوا معي بأنه لما أعمل شيرينج، مثلا أنا عملت قبل فترة شيرينج هنا مع أحدهم على مجموعة من الريفرنس، لكن للأسف ما قبلش الدعوة على الإيميل، فتظهر عنده إيش؟ بيندينج. أستطيع أني أرسل له هنا ريمايندر، أقول له إيش؟ ريمايند، أرسل هذا الريمايند، أرسل له الآن، قل له إيش؟ invitation has been recent، رسلت له invitation، وصل له إيميل الآن أنه يا صديقي لديك مكتبة تم التشارك فيها معك مع الباحث الفلاني، تستطيع استخدامها، واستطيع أغير أيضا الصلاحيات، هل هي ريد ولا ريد رايت وهكذا. وهذه من المزايا المهمة جدا التي يوفرها الإند نوت للباحثين الذين يريدون مشاركة المكتبات لديهم. هذا بالنسبة للشيرينج. أستطيع أعمل أيضا شيرينج مش لللايبراري، أستطيع أعمل شيرينج للجروبس أيضا. طبعا هذا الشيرينج اللي رويتكم الآن
كان على جروب واحد استطيع اعمل شيرنج، اعمل اول ريفرنسز واعمل شيرنج لكل المكتبه الموجوده تبعي، او استطيع احدد سب جروبس جروب معين واعمل لها شيرنج بنفس الاليه تماما. طيب خلونا الان نروح الى السايت وايل يو رايت. اوكي الان تقريبا almost you are familiar with EndNote، يعني تقريبا عندك القدره على التعامل مع هذا الريفرنس مانجر، بسيط وسهل ومرتب. اذا عملت له الانستليشن تمام والسيتنج تمام تنطلق. الان كيف ابدا اعمل سيتيشن في داخل الوورد؟ طبعا او اللاتكس استطعنا تعمل له كونفرت لللاتكس من داخل الوورد. طيب كيف ابدا اعمل سيتيشن؟ طبعا من اجل تعمل سيتيشن داخل الوورد، اذا حملت الاند نود الاخير وعندك مايكروسوفت اوفيس حديث، بشكل تلقائي يتحمل بلاجين داخل الوورد اسمه سايت وايل يو رايت. اذا ما ظهرش، اذا مش موجود عندك، تستطيع ان مش موجود عندك في الوورد، تستطيع انك تحمله من الاند نوت اونلاين عن طريق اول ما تدخل على الحساب اونلاين. طبعا اي واحد اظن يشغل حساب في الاند نوت اونلاين متاح للجميع يشاهد الحساب اونلاين، تستطيع انك تدخل على داونلود، ومن داونلود في حاجه اسمه سايت وايل يو رايت، وتعمل داونلود اذا كان عندك ويندوز ولا ما كنتوش، تعمل له داونلود وتعمل انستول، يظهر عندك فين؟ يظهر عندك في الوورد. استطيع اعمل سايتيشن باكثر من طريقه، استطيع اعمل انسيرت سايتيشن من داخل الوورد مباشره، واستطيع اعمل اكثر من ريفرنس، اعمل لهم انسيرت سايتيشن، واستطيع اعمل كونفيجريشن للبيبلوغرافي الموجوده تبعي او قائمه المصادر الموجوده تبعي، اغير النوع، الستايل، اغير الخط، اغير الحجم فيما بينها، واستطيع احذف سايتيشن محدد. طبعا مهم جدا هنا نعرف انه عمليه ادراج المراجع البحثيه داخل الوورد يستخدم الكود، الاند نوت يستخدم الكود الخاص بالوورد من اجل الريفرنسز، معناته ما اقدرش اعدل بشكل يدوي، اروح احذف اغير السنه مثلا من 2008 ل 2018 او كذا، او اضيف اسم اوثر، او لا، كل التعديل لا يتم بشكل مانيولي، وانما يتم بشكل عن طريق الايديتنج تبع الاند نوت. بنتعرف عليها بشكل عملي، اني اعمل ايديت والمانج للسيتيشن. استطيع اني اغير السيتيشن، طبعا السيتيشن احيانا نعمل سيتيشن بشكل مثلا اكتب الجمله العلميه وبالاخير اكتب المرجع البحثي، واحيانا اريد اعكس، اخلي المؤلف هو في البدايه واستشهد بكلامه في الاخير، فكل واحده لها صيغه بنتعرف عليها. استطيع اذا اريد اني اضيف في المرجع البحثي رقم البيج والنمبر حق البيج، استطيع اني اضيفه ايضا من اجل سهل على الباحث الوصول الى الاكزاكت انفورميشن اذا هي مهمه. كيف نعمل؟ خلونا ناخذ تطبيق عملي. بفتح الوورد هنا. هذه تقريبا آخر شيء أو ما قبل آخر شيء، صبرتم الكثير، بقي قطف الثمرة خاصة للي عندهم أول مرة يتعاملوا مع الإند نوت. الآن إذا فتحت الإند نوت، هذا الإند نوت الموجود تبعي، لاحظوا معي أنه في عندي حاجة اسمها إند نوت 9، أو أحيانا يجيب اسمها سايت وايل يو رايت. هذه ايضا عباره عن بلجن، اما انها تتحمل تلقائيا مع الاند نوت خاصه الفيرجنس الاخير تقريبا الاند نوت 8 و9، او تروح تحملها سايت وايل يو رايت من داخل الاند نوت دوت كوم. الان مثلا اريد مثلا ريفرنس سيت، وبعدين اكتب خلاص. الان اريد انه ايش؟ اضيف المرجع البحثي هنا. كيف اضيف المرجع البحثي؟ اضغط في المكان، دائما يكون الكورس حق المؤشر في المكان الذي اريد ان اعمل فيه انسيرت للمرجع البحث، المرجع البحثي الموجود تبعي. في طبعا اكثر من طريقه للانسيرت سيتيشن، واحده منها انك تضغط على الانسيرت سيتيشن موجود هنا في الوورد، فقط مجرد انك تضغط insert citation، اروح ابحث عن مؤلف معين، مثلا هير اند يوسف، هذا المؤلف 2017 مثلا،
هذا مثلا 2010 على سبيل المثال او 2017 احدد كذا، اضغط فقط على الريفرنس الذي اريد نعمله سيتيشن واروح اعمل ايش انسرت بضغطه زر واحده. لاحظوا معي، اتمنى انه واضح، واضح عندكم يا رمزي؟ طيب هذا السيتيشن جابه موجود عندي. ايش من ستايل؟ بالستايل الديفولت الموجود عنده اللي هو الاي بي اي، استطيع اني اغير الستايل من هنا، وموجود عندي قائمه الريفرنسات الموجوده بشكل تلقائي هنا. لما يكون عندك المكتبه مرتبه وتقوم بكتابه الورقه العلميه تبعك او الماستر ثيسيس او البي اتش دي ثيسيس، تكون يور لايف از ايزي وذ ريفرنس مانجر، خاصة لو كان الريفرنس مانجر يو ار فاميليار ويز ايا كان. اهم شيء انك تعرف التعامل معه وتستخدمه بشكل ايجابي. فهكذا تتم. استطيع اغير الستايل، مثلا انا اريد ستايل تبع اي تربل اي اللي هي ارقام، اغير تبع الاي تربل اي، ضغط زر واحده يتغير ايش نوع الشيء. انا الاوثر اند ديت، يغير لي الاوثر اند ديت. اريد انا مثلا تبع الام اي اس كوارترلي مثلا، عندهم ستايل خاص بهم، وهكذا بضغط الزر واحده يتغير الستايل مع كلها. احيانا نحتاج انك تقول ايش، مثلا تقول جوزيف هير سيد ذات، تروح تعمل سيتيشن لاسمه هذا نفسه. اما في اكثر من طريقه، اكثر من طريقه لتغيير نوعيه السيتيشن، اما اني اروح من نفس المكان بنفس الطريقه مثلا ابحث عنه من هنا اكتب اسمه طبعا، او خلينا نكتب اسم اخر مثلا لو قلنا سوشي وطلع لنا كثير، اختر هذا. اروح اغير من هنا من الانسرت الطريقه هذه، اروح اقول له فقط insert and display as author and year، اضغط عليها ويروح يقول لي ايش الاوثر هذا الفلاني قال، وبعدين ايش اكتب الاوثر الفلاني said that بلا بلا بلا، يروح يجيب لي ايش الاوثر. طبعا في مشكله هنا في ال في الداتا والبيانات حق الريفرنس هذا الموجود هنا. خلونا نشوف ريفرنس آخر أيضا، مثلا أو من هنا نفسه. لاحظوا معي مثلا هذا يوسف أند هير، الشيء أقول أنه إيش يوسف هير الشيء أقول أنه قال كذا، أضغط عليه وضغط يمين واروح اعمل ايش edit citation واقول له ايش display as author and year، يغير لي بدل ما كان الاسم والير بنفس القوس، الان بدا بالاسم الباحث وبعدين السنه، وبعدين اكتب هنا العباره البحثيه الموجوده تبعي x y z، العباره البحثيه الموجوده تبعي. هذا في حال ان الشيء عمل citation لريفرنس واحد. اذا الشيء عمل citation اكثر من ريفرنس، استطيع من هنا اما بهذه الطريقه اروح اشير كنترول، اضغط على كترال واختار اكثر من ريفرنس واعمل انسرت، يروح ينشئهم لي مره واحده، يدرجهم لي مره واحده. لاحظوا معي لو غيرت الستايل مثلا الى اي تربل اي، بيروح يدرجهم لي كارقام ويعمل عمليه ترتيب لهم. وهذه من الاشياء المهمه انه ما تتعب في اي لحظه معينه. عندك 8 شابترز او 7 6 شابترز، اضفت شابتر في عندك 800 ريفرنس في الرساله الموجوده تبعك، واضفت ريفرنس في شابتر 1 او شابتر الاخير، ينضاف ويترتب بشكل تلقائي ويتفهرس بشكل مرتب جدا. من 2 الى 7 موجود عندك مرتب بصيغه الاي تربل اي اكسس الموجوده. استطيع ان اخيره مثلا الى نمبرز، مثلا نمبرز، فين النمبرز؟ او هذه أرقام أيضاً لكن ستايل آخر. هنا أستطيع أني أتعامل مع الستايلز. في طريقة أخرى أيضاً أستطيع أتعامل فيها مع الريفرنسز من هنا، من هذا المكان أيضاً. لاحظوا معي الجهة هذه من هنا، أستطيع أضغط على هذه إذا أريد، عفواً إذا أنا حددت مثلا فتحت الريفرنس مانجر وأنا جالس هنا، قلت خلاص أريد الريفرنس هذا والريفرنس هذا والريفرنس الثالث، هؤلاء الريفرنس
او الخمسه او السته، حدد كم عدد الريفرنس المطلوبات، اريد اعمل له انسيرت. في طريقتين، اما اروح للوورد بشكل يدوي وبعدين احط الماوس في المكان الذي اريد اعمل انسيرت للسايتيشن، وبعدين اروح لهنا ما اختار الخيار الاول، اختار الخيار الثاني واقول له انسيرت سيلكتد سايتيشن، يروح ينشئ لي يعمل لي استيراد لكل السايتيشنز اللي انشاتها له من واحد الى خمسه. او الطريقه الثانيه مثلا أو نختار غيرهم، واحد اثنين ثلاثة أربعة، حدد كم ما تريد من هنا من هذا المكان داخل النوت، تضغط على هذه العلامة insert citation، أول ما تضغط عليها تفتحها مباشرة فين؟ في نفس المكان اللي كان ضاغط الكورس أو مؤشر الماوس في الاند نوت، ترتبها لك بشكل تلقائي. هذا عملية الانسيرت للسايتيشن بأكثر من طريقة. كيف أعمل عملية تعديل الانسيرت للسايتيشن؟ مثلا 3 و 6 و 8، اريد احذف الريفرنس رقم 6 من هنا ومن تحت من الريفرنسات الموجوده هنا. لاحظوا كيف رتبها لي، رتبها لي بشكل مرتب. فكيف برتبها انا؟ كيف بحذف ريفرنس معين؟ ما اقدر اروح من هنا واقول له احذف كذا بطريقه يدويه، لا، اضغط عليه هنا او اضلل هذا بالكل، اضغط يمين واروح اقول له اعمل له ايش؟ ايديت، عفوا edit citation، سأروح أقول له إيش مور، وأروح أحدد له الآن واحد من هؤلاء أي نوع بالضبط الريفرنس الذي أريد أحذفه. أستطيع أحذف ريفرنس معين، لاحظوا معي من هنا أستطيع أحذف ثلاثة، هذا رقم ثلاثة، أو تقريبا رقم ستة، هذا رقم سبعة، هذا رقم ثمانية. خلونا نحذف هذا مثلا، أروح أقول له إيش من هنا remove citation، قلت له أوكي. لاحظوا معي الأرقام هنا ستة إلى ثمانية، ستة سبعة ثمانية ثلاثة، الآن ثلاثة ستة سبعة، حذف واحد منهم وأعاد ترتيبهم بشكل تسلسلي. فمن هنا أو أيضا موجودة نفسها edit edit citation and managers من هذا المكان. النقطة الثانية مثلا هذا citation الموجود أريد أضيف له مثلا رقم البيج، البيج نمبر مثلا، أستطيع أعمل edit وأروح هنا في البيج أقدر أقول له البيج رقم 25 مثلا، ممكن أقول له page، عفواً اكتب فقط 25 هو بيدريك page، وفي البريفكس مهم جداً أقول له c also، وأروح أقول له إيش بختار هذا، أقول له أوكي. لاحظوا معي إنه قالوا إيش، قالوا c also page citation number، عشان نطلع بشكل أوضح. C also وبعدين إيش عمل؟ 8. لاحظوا معي مهم جدا لما عمل له C also نعمل مسافة More C also، عمل نقطتين مهم جدا، تعمل two columns نقطتين فوق بعض ومسافة، قول له أوكي على سطح بشكل مرتب بدون مسافة، عمل two columns خلاص. C also 8 هذا المصدر. فاستطيع اني اتحكم في شكل الريفرنس الموجوده تبعي، حتى هذا الريفرنس اذا اريد اغير مثلا خلونا نعمل edit citation، عفوا edit library references، دقيقه بس يظهر، معذرة خلونا بس نتأكد من النقاط اللي غطيناها. عملنا insert citation، عملنا insert لأكثر من citation، عملنا configure أيوة للبيبلوغرافي هذه ما عملناها، وبعدين remove citation أخذناها، إدراج صفحة معينة citation معين تعرفنا عليها، باقي فقط كيف نعمل configure لقائمة المصادر. طيب كيف نعمل configure قائمة المصادر؟ طبعا هنا التحكم بالستايلز، لاحظوا معي بأنه الاند نوت لديه أكثر من 7000 output style available موجودة في الاند نوت دوت كوم. طبعا في مجموعة موجودة already inserted، وفي أكثر من أو ما يقارب من 7000 output style available موجودة في الديسكتوب، طبعا موجودة هي كافية وزيادة. هذا احنا نسميه in text
هذا نسميه in-text citation وهذا نسميه البيبلوغرافي. كيف أتحكم في البيبلوغرافي هذه من هنا؟ لاحظوا معي من العلامة هذه الموجودة small error الموجود هنا بضغط عليه بيظهر عندي هنا. هنا بيظهر عندي citation، غير الستايل الذي أريد أني أتعامل معه PPA مثلا. ومثلا إذا أضيف link بحيث أنه إذا ضغط على الريفرنس أعمل jump مباشرة للسيتيشن، أعمل له upper link، أحمل اللاي أوت هنا الموجود. لاحظوا معي أنه ظهرت عندي هذه العبارة عن الريفرنسز بشكل تلقائي لأنه عامل لها من قبل، واستطيع أني أحدد لها، أعمل لها هايلايت، أخليها بولد، أخليها مش عارف إيش، تظهر بشكل تلقائي. واستطيع أني أحدد الكثير، أعمل بادئة إذا أريد أعمل بادئة، أعمل مسافة في البداية كل ريفرنس. أستطيع أني أعمل هنا مثلا، لاحظوا معي أنه هنا ما فيش مسافة ما بين كل ريفرنس وآخر، أستطيع أعمل له سنجل مسافة، أستطيع مثلا أو أكثر مثلا عشان تظهر، وأقول له أوكي. هذه كل التغييرات أستطيع أعملها بضغط الزر واحدة، يغير لي حسب الستايل. طبعا أفضل أنك تتبع الستايل الديفولت الموجود تبعك، لكن هذه التغييرات اللي أضفناها إحنا الآن، ظهر أضف لينك لكل ستايل. لما يكون معك ملف كبير PDF تضغط على الريفرنس هنا ينقلك مباشرة لافيل السيتيشن تبعه، أضف لي المسافة الموجودة هنا. هذا كل ما يتعلق في كيف تعمل insert للسيتيشن، كيف تتعامل معها، كيف تحذفها، كيف تعدلها، كيف تعدل قائمة المراجع عن طريق السايت while you write أو الانوت بلاجين الموجودة في الوورد. آخر شيء ممكن أن نتطرق له اليوم وهي ميزة كويسة في خلص أنا المانيوسكريبت تبعي جاهز الآن، المانيوسكريبت تبعي ممتاز وجاهز وأريد أرسله إلى مجلة، مش عارف لا فين أرسله. طبعا وهذه من المشاكل البحثية اللي نواجهها أحيانا، ننفق أشهر أو البعض سنين في بحث معين وفي الأخير مش عارف فين يرسله. في أكثر من تول موجودة وفي أكثر من طريقة. الـ EndNote X9 فيرجن الأخير عندهم استخدموا عندهم ميزة اسمها Manuscript Matcher. المانوسكريبت ماتشر يأخذ التايتل ويأخذ التايتل ويأخذ الأبستراكت ويأخذ السيتيشن. إذا أضفتهم في الأبستراكت أنت تقدر تضيف سيتيشن وتقدر ما تضيفهم. طبعاً إذا أضفت السيتيشنز بيحسن من نتيجة البحث للجورنالز اللي تناسب المانوسكريبت تبعك تقريباً بنسبة 30%، لكن غير مطلوب في ذلك. ويروح يبحث في آلاف المجلات الموجودة فين؟ الموجودة في الـ Web of Science Core Collection. وهذه أحد مزايا الـ EndNote، إنه مربوط في الـ Web of Science. أنا معي ورقة بحثية أريد أنشرها في الـ Web of Science في أحد الجورنالز اللي هي إندس في الـ Web of Science، يستطيع الـ EndNote يروح يرشح لي من خلال عنوان الورقة البحثية تبعي ومن خلال الأبستراكت إيش هي المجلات المناسبة لك، ويجيب لك نسب في السيميلاريتيز. طبعاً هذه ميزة جديدة يستخدموا فيها بفضل تطور تقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج. الإندنوت فريق الكلارفيت أناليتكس يستخدموا حاجة اسمها الباتنت بيندينج والتكس مايننج والسايتد ريفرنس ريليشنشيب ألغوريثمز مع بعض، يستخدموها من أجل يفرز لك إيش الجورنالز المناسبة لك، ويطلع لك قائمة من 2 إلى 10 جورنالز مناسبة للمانوسكريبت تبعك. هل النتيجة مثالية؟ مش بالضرورة مثالية 100%. أنا جربتها طبعاً، صحيح يطلع لك جورنالز مناسبة لكن ليست تلك الجورنالز الوحيدة. هو يجتهد يطلع لك من الويب أوف ساينس من 2 إلى 10 مجلات مناسبة للمانوسكريبت أو الورقة البحثية تبعك، لكن تستطيع أنت بحكم خبرتك البحثية أيضاً أن تبحث عن بدائل. خلونا نأخذ مثال على ذلك. طيب ايش ممكن ناخذ من مثال؟ طيب انا محتاج، طبعا لاحظوا معي من فين اروح للميزه هذه. في اكثر من طريقه، اما اذا فتحت الوورد الموجود تبعي، بس خلونا نفتح ورقه بحثيه حقيقيه. طيب خلونا نشوف لكم واحده من خلونا على سبيل المثال نشوف هذه الورقة مثلاً نشرت، نشوف إيش فاينل أرتيكل.
خلونا نشوف هذا نفس الورقة اللي عمل لناها annotation. طيب هو فتحها فقط للقراءة لكن طيب هذه الورقة أستطيع أن من الإند نوت هنا الموجودة هنا لأنه مش مفعال في حاجة اسمها مانوسكريبت ماتشر. لاحظوا معي في الورد الثاني لأنه أستطيع أن أعمل إيديت موجودة. هذه مانوسكريبت ماتشر أضغط عليه. هذه طريقة. الطريقة الثانية من الإند نوت نفسه والطريقة الثالثة من الإند نوت أونلاين. فإذا ضغطت عليها هو بينقلني مباشرة لفين؟ إلى الإند نوت أونلاين. هو الآن يعمل عملية آدينج لكن ما فيش عملية ما فيش معانا في الورقة هذه لا عنوان ولا في معانا أبستراكت ولا هم يحزنون. بقول له لا وبروح أنا بنفسي إلى الأونلاين. بروح إلى الأونلاين. لاحظوا معي إنه في الأونلاين هنا هذا الإند نوت. في معي أكثر من ميزة في الإند نوت أونلاين. في معي الأورجنايز والمانج جروب هذه توقفنا عندها. وقلنا استطيع أن أعمل شير إما من الإند نوت ديسكتوب أيضا استطيع أعمل شير من الإند نوت الموجود معي. لاحظوا معي هذه الجروبس الموجودة تبعي إحنا اللي أنشأناها اسمها سوشي. نشوف إذا عمل لها سينكرونايزيشن تبعي ولا لا. مش عارف إذا هي موجودة أو لا. لكن على اي حال اذا عملت لها سينكرونايزيشن نفترض انه ايش تظهر. احنا ما عندنا سينكرونايزيشن لها. طيب هنا استطيع اني احدد المجموعه البحثيه التي اريد واعمل لها ايش مشاركه. اعمل لها مانج او شيرنج. لو قلت له مثلا هنا مانج هنا طبعا ستارت شيرنج ذس جروب نفس المكان. استطيع هنا ايش اعمل ادخل الايميل الذي أريد أن أعمل له مشاركة للمجموعة البحثية هذه وأحدد له الصلاحية read ولا read and write وأعمل apply. هذه نفس ما أخذناها في الديسكتوب. اللي يهمنا الآن الشاهد كيف أبحث عن جورنال مناسبة للمانوسكريبت أو الورقة البحثية تبعي. والجورنالز هذه تكون موجودة في Loop of Science لأنه integration حق الإدنوت مع Loop of Science. أضغط على الماتش هذه الموجودة هنا. أروح أدخل العنوان. خلونا نجرب هنا ندخل عنوان الورقة البحثية هنا وبعدين الابستراكت وأدخل الابستراكت هنا سأحذف كلمة ابستراكت وأروح طبعا لو في هنا في الابستراكت لو في ريفرنسز طبعا للورقة العلمية ما فيش في الغالب ما فيش ريفرنسز بالابستراكت لكن هنا لو بتضيفها بتحسن من نتيجة البحث بنسبة 30% لكنها غير مطلوبة. واروح اقول له find journal. find journal. الان راح بحث لي. لاحظوا معي هنا انه ايش عمل. راح بحث عن الجورنالز الموجودة. طلع لي 10 خيارات موجودة تبعي. هذه الخيارات الموجودة لاحظوا معي طلع لي journal اسمها sustainability. وهنا تحت جاب لي عملية التشابه ما بين الورقة البحثية تبعي وما بين السستينابيلتي ويجيب لك المعلومات هنا. هذه الميزة فيه يجيب لك إيش نوع الجي سي آر كاتيجوري تبعها الرينج تبع الورقة هذه هل هي كيو 1 كيو 2 كيو 3 وهكذا. في مزايا كثيرة. لاحظوا معي أنه هذه الورقة نشرت في IEEE Access. جاب لي IEEE Access واحد من الخيارات التي يمكن أن أنشر فيها الورقة البحثية تبعي وجاب السيتيشن تبع الامباكت فاكتور كان موجود تبعها وهكذا. هنا تستطيع انك ايش تعمل. تقول سبميت بيبر ينقلك مباشره الى السبميت بلاتفورم تبع الجورنال نفسها او تروح للجورنال نفسها اذا تشيت تنتقل للجورنال نفسها. مثلا IEEE Access لو ضغطت على جورنال انفورميشن اكنولوج اند كونتينيو بيروح يفتح ايش بيروح يفترض انه يفتح لي IEEE Access Journal. فتح ال IEEE Access Journal. اذا ضغطت على Submit طبعا هذا يختلف من Journal الى اخرى. يفترض انه ينقلني الى فين الى One Scholar تقريبا حقهم او مش عارف تبع ال IEEE Access. ايوه نعم One Scholar. تروح تعمله ايش
تعمل لوجين وتقدم البيبر الموجودة تبعك. طبعا إذا شيء تتعاون مع ويب أوف ساينس تقول لهم إنه نتيجة البحث حقهم هذه أوكي ممتازة أو غير ممتازة. هذه خدمة جديدة اعتقادي أنا إنه مع تطور التقنيات البحث الـ Artificial Intelligence والماشين ليرنينج والسيمانتك أناليسيس وغيره تكست مايننج بتتطور هذه الخدمة وبتكون مفيدة جدا للباحث إنه تسهل العملية البحثية له. هذا طبعا مش عارف إذا كان باختصار أو بإطالة كل ما يمكن قوله عن الاند نوت في هذه الساعات في ساعتين تقريبا. هذه السورسز جمعت لكم كل ما يمكن أن تحتاجوه مع الروابط الموجودة تبعها، كل ما يمكن أن تحتاجوه من أجل مراجعة هذه المحاضرة أو التبحر فيها بشكل أكبر أو العودة فيها لمراجعة أي معلومة. هذا ختام التوك أو الويبنار أو المحاضرة لهذا اليوم. أشكركم جميعا على حسن المشاهدة والاستماع، وأعتذر أنه ما فيش انتراكشن مباشر ما بين المحاضر والحاضرين لسببين: أولا زوم ووقت، والسبب الثاني أنه الأخ رمزي يستخدم صلاحياته عامل ميوت للناس كلهم. لكن لديكم جميعا الآن فرصة لأي سؤال. يا دكتور أنا هذا مش دكتاتورية، بس هو حفاظا على الإزعاج، يعني الجميع يستفيد من أعرف صديقي أنا أمزح معك. شكرا لمجهوداتك أنت والهيئة الإدارية للاتحاد، وبالتوفيق في برامجكم الأخرى. طيب يا شباب الذي عنده سؤال الآن وقت الأسئلة، المفروض أنه قد انتهينا بس ندع مجال الأسئلة. الذي عنده مجال يرفع يده ممكن أو يرسل عبر الشات. طيب في السمر عبد الله تريد أن تسأل الدكتور، نفتعمل. طيب تفضل يا أستاذ سمر. السلام عليكم، شكرا على مجهودكم الرائع هذا والشرح الموجز مفيد. سؤالي للدكتور، طبعا أنا بدأت أستخدم برنامج الاندنوت وعملت إمبورت لللايبراري حقي، وبس منها لما طلع أنا شفته لما عمل إمبورت كيف طلعت المراجع بكل الانفورميشن حقتها، بس أنا لما أضفت حقي المراجع البي دي افس ما طلعش ولا البي دي افس فقط، لما جيت اعمل كتيشن للوورد طبعا ما عيد المعلومه الاخيره فقط لانه صوتي قطع. لما عملت امبورت ما ظهر كل البي دي اف صح؟ طبعا انضافين معايا بس ما طلعتش حقهن الانفورميشنز كلهن، يعني التايتل الديت كل هذه الاشياء، بس طلع لي اسم البي دي اف فقط. لما جيت اعمل كتيشن في الوورد طبعا ولا نضاف لي شيء، طلعت لي نافذة لان ما فيش انفورميشن، فهمتني؟ يعني طلع لي فقط اسم البي دي اف فقط. كيف اقدر اصلح هذا المشكله؟ جميل. مع العلم ان معايا كثير ريفرنسز في اللابتوب حقي، يعني مخزنات من اول، وش تستفيد منهم؟ كثير ريفرنسز بنفس المشكله. ايوه طيب. لا ما جي أضيفهن ما يظهر ليش غير اسم البي دي افس. طيب خير إن شاء الله. شكرا على السؤال. بالنسبة للمعلومة هذه في يعني أيضا نبشتي معلومة أخرى كان افترض أقولها. أولا من حيث المبدأ عملية الفاين تكست، لما أعمل فاين تكست لللايبراري ريكورس الموجودة عندي، إذا كانت البي دي اف تبعها متاح أونلاين فهو بيروح يجلبها، إذا ما هي متاحة أونلاين ما بقدر يجلبها، ممكن يجلب معلومات عامة عنها فقط. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يحصل أحيانا إنه في جوجل سكولر مثلا، لأنه في الغالب كثير من الباحثين يستخدموا، لما تعمل إمبورت تكون المعلومات ناقصة أو غير مكتملة، ففي هذه الحالة الأفضل إيش؟ الأفضل إنه الباحث يروح يشوف مصدر الريفرنس هذا نفسه. مثلاً قد يكون الريفرنس هذا موجود أساساً في PubMed مثلاً أو في IEEE Explorer، لكن هو راح عمل له سيتيشن من جوجل سكولر، ف
فأحيانا يكون ما هو دقيق. فالأفضل في هذه الحالة أنه يتم البحث بعنوان البيبر وتعملي لها أو يعمل لها الباحث import للإند نوت من الأصل، من الجورنال الأصلي أو من دار النشر الأصلي انتشرت فيه. هذا بيحل مشكلة المعلومات الناقصة. هذا خيار. الخيار الثاني طبعا الخيار الثاني في حال انه مثلا في ريفرنسات قليله مش كثير، طلع عندي 1 2 3 5 استطيع انا بشكل مانيوال اذا عندي المعلومات وفي مشكله في هذا الريفرنس اني اعدلها، استطيع اني اضيف اد ريفرنس او نفس الريفرنس اذا رحت لعند التاب حق المعلومات حق الريفرنس اني اضيفها واعدل عليها. هذا بالنسبه لاجابه السؤال. اما اذا عملت امبورت وظهرت الريفرنسات كثيره بنفس المشكله، هنا في مشكله معينه صعب الجزم فيها ان تكون، قد تكون مثلا في السيتنج في الامبورت في البدايه اذا الريفرنسات كثيره ناقصه المعلومات، نصيحتي احذفيها واعملي لها امبورت من جديد اذا كنت تبحثي عنها بنفس الكيورد، يعني مش باستمرار كل يوم ريفرنس 2 3. هذا باختصار بالنسبه لاجابه الاخت سمر. اتمنى اني اكون اجبت على السؤال المقصود. طبعا بشكل عملي هذا الـ هذا الـ عفوا هذا الريفرنس انفورميشن، هنا الريفرنس انفورميشن اذا المعلومات بسيطه وقليله استطيع انه ايش، استطيع انه في يا دكتور في شيء اسود على الشاشه مش عارف شو. طيب اخلص بس الفكره هنا، قلنا اذا المعلومات قليله او الريفرنسات قليله استطيع اني اعدلها من هذا المكان وبعدين اروح اعمل لها ايش سايتيشن او احذفه واروح اعمل له امبورت من السورس الرئيسي تبعه. طيب تفضل اللي بعده. اللي بعده مكرم، تفضل يا مكرم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا للاتحاد وشكرا للدكتور يوسف، للأمانة يعني محاضرة مفيدة جدا، جزاكم الله خير الجميع على هذه المحاضرة هذه الجهود المبذولة. أخي الكريم سؤالي بالنسبة، تسمعني واضح؟ نعم نعم تفضل. بالنسبة لي استخدم حاليا الاند نوت، لكن عندي أكثر من سؤال. الأول إننا كيف أسوي عملية سايتيشن لصفحة ويب، يعني مثلا شركة تقنية في معلومات حديثة تنزلها على صفحة الويب، كيف أنا أستشهد به وأكون عملية سايتيشن كمرجع؟ هذا رقم واحد، يعني ما مش كبيبر، يعني السايتيشن من يعني ويب سايت مش من بيبر. واحد. الثانية الثانية السؤال إنه عند هل عملية الآن الفولتكس للإمبورتينج للفولتكس، ما أستخدم مرات إن أنا أبحث عن الملف بطريقة أو بأخرى إلى أن أنزله ويكون عندي الريفرنس قد موجود أوريدي، أروح أعمل من الأتتشمنت للفايل حقه وأنا في الأخير يطلع معي أنه تم إرفاقه، هل هذا كافي ولا ضروري اعمل له عمليه؟ لانه لما اعمل فلتكس منهم يطلع معي منهم ما يطلعش. كافي ليش قصدك؟ هذا كافي ايش؟ انه قصدك ارتبط؟ ايوه كافي. نعم اختصر لك، كافي هذا السؤال ده. اوكي اوكي. هذا الشيء. السؤال الثالث كافي طبعا اذا هو مصدر واحد، يعني اذا عندك ريفرنس واحد وتريد تربطه بي دي اف واحد. ايوه هو حاليا اعمل مواكبه. طيب موضوع السمارت جروب اعتقد وصلت لعدد قليل بس مش عارف ايش يعني انا اسوي سمارت جروب، سويت كمان جيت من بعدها احاول ان انا اسوي سمارت جروب ما مشاش معي، رغم انه انا اقارن الاعدادات حقهم باخريات الا انه ما مش او ما سمح ليش ان اعمل ايضا. هذا يعني طلع هذا المطلوب او السؤال الاربع. طيب
شكرا جزيلا اخ مكرم على هذه الاسئله. بالنسبه للسؤال الاول، هل استطيع عمل سايتيشن لويب، صفحه ويب مش مؤرشفه مثلا في اي داتابيس؟ نعم تستطيع عن طريق اضافه ريفرنس، لانه ايش اللي يحصل، انت كباحث احيانا محتاج انك تستشهد بريبورتس معين، وهذه مرت علي انا، عشان تدعم مثلا الموتيفيشن تبعك في البحث، او يعني تضيف ريبورت حديث تعمل سبورت للبروبلم تبعك، تحتاج انك تستشهد باحيانا مثلا ريبورت هذا منشور في صفحه لمؤسسه معينه، لدوله معينه، لحكومه معينه، لاورجنايزيشن معين. هل استطيع اني اعمل؟ نعم استطيع اني اعمل، استطيع اني اعمل ايش ريفرنس لها. كيف؟ عن طريق اضافه نيو ريفرنس بشكل مانيولي. يظهر عندكم يا يظهر نعم موجود. تعمل من ريفرنس، طبعا يا مكرم الجميع، نيو ريفرنس. في النيو ريفرنس هذا تستطيع انك تضيف فيه كل المعلومات، تكتب هنا الاوثر، الاوثر هل هو شخص، هل هي احيانا تكون مؤسسه، ما في اشخاص، بس تخريج صادر عن مؤسسه تكتبها، تضيف الير، تضيف التايتل، تضيف المرجع، خلاص هذه اهم المعلومات الموجوده. لو في اي معلومات اضافيه تحت تضيفها اضفتها، فتستطيع طبعا تضيف بالنسبه لهذا السؤال. السؤال الثاني اجبناه. السؤال الثالث السمارت جروب، طبعا السمارت جروب طبقتها امامك شغاله، بس ركز على نقطه مهمه في السمارت جروب، وهي الافتراض. السمارت جروب اشتغل معك متى؟ يشتغل معك اذا عندك جروب انشاتها من قبل، بمعنى انه يعمل عمليه بحث من داخل جروب معين. فبالضروره لما تعمل سمارت جروب، لاحظ معي هنا في السوشي هنا، اذا اردنا نحن نشي مثلا سمارت جروب، سمارت جروب، هذه تفترض تظهر عندك. اذا ما ظهرت فمعناته في مشكله عندك في السيتنج حق الاند نوت، او النسخه اللي تبعك ما هيش فول فيتشر، او قديمه مش عارف يعني، لكن الوضع الطبيعي انها تظهر كذا. وهنا تظهر الجروبس، السيرش اللي يحتاج انك تبحث عنها في الجروب. هذا بالنسبه للعمليه السمارت جروب. اذا تقصد ان هذا الايقون ما يظهرش عندك، ف مش عارف ان ممكن تكون الاكزاكت بروبلم، لكن الوضع الطبيعي تظهر السمارت الجروب، بامكانك انشائها والبحث فيها مثل ما عملنا هنا تماما في هذه المجموعه. بارك الله فيك يا دكتور. السؤال الثالث سميه محمد. السلام عليكم، اشكركم على المحاضره القيمه. انا عندي ثلاث استفسارات. الاول، عندي مشكله في قائمه المراجع حقي انها تنحصر في فريم، واحاول اتخلص من هذا الفريم، كل ما اعمل له ازاله بمجرد يروح، بس مجرد اني اعمل اي تعديل على الريفرنسز بترجع على طول، بيرجع على طول الفريم. هذا السؤال الاول. عفوا الفريم فين؟ في الوورد تقصدي صح؟ في الوورد. في الوورد. طيب تدخل تكون داخل الفريم، وبعدين كمان مش كل المظاهر كل المراجع بتظهر معايا. طيب السؤال الثاني، انا لو عاوزه اعمل نقمه على بعض المراجع في قائمه المراجع، يعني على اساس اني اشير ان هذه المراجع استخدمتها في تحليل معين مثلا، كيف اقدر اسوي هذه الاستريكس على المراجع في القائمه حق المراجع؟ تمام. السؤال هذا ما فهمت يعني انا كيف اقدر مثلا انا استخدمت مجموعه من الريفرنسز في تحليل معين، اوكي، واشير الى هذه المراجع، اعمل عليها نقمه على اساس تميزها انه هذه المراجع استخدمتها في هذا التحليل، تمام. فاشي اسوي نقمه قبل اسم الاوثر في قائمه المراجع، كيف اقدر اسويها؟ طبعا بعض المراجع مش كلها. طيب ها، قبل اسم الاوثر نفسه لما تعملي سايتيشن له، بس مش في السايتيشن اللي في التكست، اقصد في قائمه المراجع فقط. الليست تقصد؟ في الليست فقط. تقصدي في الليست تحت؟ نعم في الليست. ايوه في الليست حق الريفرنسز. طيب يكون النجمه قبل اسم الاوثر، اوكي. السؤال الثالث، لماذا لا يفضل حفظ المكتبه الان نوت في الدروب بوكس؟ انت قلت بس انا فاتتني هذه المعلومه. شكرا جزيلا. شكرا على الأسئلة هذه.
طبعا بالنسبه للسؤال الاول انه يظهر طبعا اسئله تقنيه فنيه يصعب الاجابه عليها ايش غيابا، لانه قد تكون سبب المشكله اكثر من قد يكون المشكله اكثر من سبب. لكن بالنسبه للفريم قد تكون المشكله اما من الوورد نفسه او من السيتنج تبع الريفرنسز. فاذا كانت من الوورد تحتاج يعني ربما تفتح وورد جديد تعيد ضبط السيتنج تبع الوورد مش عارف، لكن اذا كانت من الريفرنسز لاحظوا مع انه هنا التحكم في البيبلوغرافي او قائمه المراجع الموجوده تحت من هذا المكان، تضغط على السمول ايرور هنا الموجود هنا، يفترض انه التحكم في كل ما يخص القائمة البحثية تحت، إضافة عنوان معين، ستايل معين، مسافة في البداية، هذه كل الإمكانات اللي ممكن يسمحها لك الـ end note. لكن وجود الفريم ما أعتقدش أنه بالإمكان إضافته أو إزالته من هذا المكان كما يظهر أمامنا الآن. قد تكون والله أعلم المشكلة عائدة إلى الـ word نفسه، ما أقدر أفسي بالجزم فين تكون المشكلة بالنسبة للسؤال هذا بالضبط فين ممكن تكون، لكن الوضع الطبيعي إنه تظهر قائمة الريفرنسز بشكل طبيعي، الوضع الطبيعي. أو حاولي لو تبحثي في الضبط حق الوورد نفسه في الانسيرت سايتيشن. الوورد طبعا في عنده سايتيشن حاله غير السايت أند رايت، في الانسيرت هنا الانسرت هنا لاحظوا انه في هنا في سايت انسرت سايتيشن انسرت موجوده في هذا المكان، بتحصلها موجوده هنا في هذا المكان، عفوا هنا في الريفرنسز، في الريفرنس هنا في انسرت تيبل كروس ريفرنس انسرت سايتيشنز، هذه كلها سايتيشنز اذا حتتعامل مع السايتيشنز من داخل الوورد نفسه. هنا لا ينصح اذا تستخدم الـ EndNote، لا ينصح باستخدام الريفرنسز الخاصه بالوورد لانه اوريدي عندك بلجين. في احتماليه ان يكون الفريم موجود بشكل تلقائي من هذا المكان يحتاج له اعاده الضبط. هذا كل الاحتمالات المحتمله للاجابه على السؤال الاول، وليست على وجه اليقين اي منهما. السؤال الثاني، اضافه نجمه قبل البيبلوغرافي. طبعا إذا مش عارف إذا افتهم لي الاسم يعني السؤال هذا أو لا، لكن خلينا نكتب هنا أي شيء، مثلا أريد أدرج سيتيشن معين، واحد اثنين بعمل insert للسيتيشن هذا، طيب إذا كنت تقصد المقصود هنا صح؟ إذا المقصود هنا قبل الأوثر في بداية السطر بشكل عام، طبعاً النقطة هنا إنه فعلاً أي إضافة هنا ممكن تنضاف، هذه ممكن تكتب أي حاجة، ممكن تضيفي أي نجمة، لكن أول ما تعملي insert لسيتيشن جديد بيروح يعيد الديفولت سايل تبع السيتيشن الموجود هنا، وبالتالي هو عندك خيارات، إما إنه من الريفرنس مانجر نفسه، من الريفرنس مانجر نفسه هنا هذا الاوثر، من الريفرنس مانجر هذا الاوثر بشوف الاوثر الاول او الثاني او الثالث، اشوف انه بيظهر مثلا هذا الاوثر اذا كان يظهر الاسم هذا في البدايه او الاي او الام حسب الستايل، اضيف النجمه هنا، اضيفها هنا وبيحتفظ معي، يعني في اي وقت اعمل انسيرت لهذا السيتيشن بتنضاف النجمه الموجوده عندي. وهذا ممكن تعملي اذا كان بشكل مؤقت وبعدين تحذفي، هذه الطريقه الوحيده اللي اعرفها اللي ممكن تعملي عمليه تعديل للسيتيشن واحتفظ بالاند نود لايبراري تبعك من هذا المكان. اما من الوورد نفسه اي تعديل هنا لا يقبله، لانه الاند نود تتعامل مع الكود حق الوورد في موضوع الانسرت سيتيشن ولا قائمه المراجع الريفرنسز، ولا يتعامل بشكل يدوي. فاي تعديل هنا تحتاج تضيفي او تحذفي او تعدلي، كانت نجمه، كانت رابط معين، اي تعديل هنا يحتاج انه الواحد يعدله من فين؟ من قائمه المصادر او المراجع. هذا بالنسبه للسؤال الثاني. بالنسبه للسؤال الثالث، لماذا لا يفضل حفظ ال end notes في network folder او في synchronized file مثل الجوجل
درايف او الون درايف او دروب بوكس. السبب في ذلك انه احيانا يصير مشاكل الويب اوف ساينس يسموه لايبراري كوربشن، يحدث خلل في اللايبراري تظهر. هذه حصلت معي طبعا اول ما واجهت المشكله، ما كنت عارف ليش، وانا حافظ اللايبراري في الجوجل درايف وقعدت اعجن ودون ما عرفت. رسلت لهم ايميل ورجعوا لي قالوا لي وين حافظ، قلت لهم في الجوجل درايف، قالوا ما ينفعش تحفظه هناك. السبب في ذلك انه احيانا نعمل سينكرونايزيشن، احيانا نعمل كونكشن مع الداتابيس، هذه الاماكن ما هيش اماكن ستيبل مستقره. فالنصيحه الافتراضيه اللي من الويب اوف ساينس اللي جهزوا وصمموا برمجوا البرنامج انه تحفظي في لوكال درايف، فهذه النصيحه المفضله. طبعا النقطه الثانيه مما يميز الاند نوت انه عنده سبورت ايجابي، يعني اي سؤال من اسئلتكم هذه اللي شعرت اني اجبت عليها بشكل كافي اوكي، ما اجبت شو في مشكله حقيقيه فنيه تستطيع تعمل ايميل. انا حتى عملت واحد من المصادر كيف تتواصل مع الويب اوف ساينس الاند نوت تقريبا في المصادر الاخيره هنا، عفوا هنا تستطيع انك هنا في ال EndNote Online User Guide، لا EndNote Community Web، هنا EndNote Knowledge Base، في أيضا Support دعم فني موجود هنا. أول ما تدخل عليه ترسل أي استفسار لك في EndNote، يجاوبوك ويعملوا كيس للسؤال حقه، يعطوه كيس نمبر ويقعدوا يتابعوا الحالة حتى يتم حلها. هذه طبعا بالنسبة للأسئلة الأخت. شكرا. اللي بعد. طيب آخر سؤال يا دكتور، عند الدكتور علي أمين عبد الباقي تقريبا. أهلا بالدكتور علي، حيا وقوة. أهلا وسهلا فيك. الصراحة يعني وفيت وكفيت وكالمعتادة. شكرا لك على أدائك المميز، وشكرا جزيلا على سعة صدر المميز رمزي. حياك دكتور. الله يحييك. كان في بس يعني ملاحظة يعني بسيطة جدا يمكن قد ربما الواحد يخجل إنه يقولها أمام ما قدمته، هو طرح الأخ مكرم. الأخ مكرم كان يسأل عن الويب سايت مثلا، في هناك ملاحظة على إنه الآن الإند نوت والريفرنس مانجر صار يدعم جميع أنواع الريفرنس من جميع أنواع الداتا أو اللي يسمى له سكندري داتا. فالآن ممكن إنه من خلال المانيوال إنه نقدر نعمل ريفرنس مش للبوك فقط، لكن ممكن نعمل ريفرنس لفيلم أو لوحة أو تقرير دولي أو تقرير محلي، أو ممكن كذلك ممكن نعمل ريفرنس لأحاديث وللسيرة وللقرآن الكريم. هناك كذلك أعتقد في هذا الجانب UKM عندها UKM جاية، وممكن إنه يستفاد منه في بعض الريفرنس اللي هو الخاص في السيتيشن الإسلامي. بس هذه كانت الإضافة البسيطة، وشكرا جزيلا لكما. شكرا. شكرا دكتور علي، شكرا جزيلا على هذه الإضافة المميزة، وشكرا على حضورك أيضا. والإجابة فور فيك والله، دائما يعني بحضورك المميز وأدائك الرائع. ما يخليك دكتور علي، شكرا لك. شكرا يا دكتور علي على هذا الملاحظة والإضافة. أعتقد أن وصلنا إلى الختام يا دكتور. حياتي لك، شكر موصول لك يا أخ رمزي على جهودك الطيبة، أنت والأخ بلال والأخ من معكم باللجنة أيضا، سلمان ورشيد. سلمان والرئيس الأخ الرئيس محمد الرشيدي، لكم جميعا كلهم باسمه وصفته، والمسؤول الأكاديمي وكلكم. شكرا لكم على هذه البرامج المميزة. شكرا لكم. سلام لكم. وحنا أيضا نشهدك نشكرك باسمي واسم الاتحاد العام الطبي للماليزيا وباسم المشاركين والمشاركات. نشكرك يا دكتور يوسف على هذه المحاضرة القيمة. إن شاء الله أيها المشاركين نراكم في دورات قادمة إن شاء الله. لا زال لدينا في البرنامج دورات قادمة. لا زال إن شاء الله. سيتم الإعلان عنها إن شاء الله في عبر طريق الجروبات عبر صفحة الاتحاد إن شاء الله. كونوا معنا في الأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.